السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه زياد الرحباني صاحب الخلطة السحرية. الحوار معه لا يحتاج بالضرورة إلى مقدمات أو شروحات. اسمه مكفي وموفي، وأي إضافة هي مغامرة غير مضمونة ولزوم ما لا يلزم. ولكن قبل انطلاق النقاش المنتظر مع ضيفنا المميز على مسافة أسبوعين تقريبا من إطلالته في بيت الدين، ننوه بأن وقائع الحلقة تبث أيضا عبر موقع المنار الإلكتروني almanar.com.lb وكذلك عبر صفحتي البرنامج على الفيسبوك وتويتر، علما أنها ستتضمن مداخلتين من رئيس تحرير جريدة الأخبار الأستاذ إبراهيم الأمين والنائب الكتائبي لياس حنكش، إضافة إلى تقرير يضيء على بعض جوانب عالم زياد الرحباني. أستاذ زياد أهلا وسهلا فيك. أهلا. أول شيء سلامتك. الله يسلمك. في كثير ملفات بدنا نحكي فيها الليلة، ولكن خلينا نبلش من سؤال بيطرحوه كتار. لك تقريبا سنتين ونص غايب عن السمع، وظهرت سنتين وأربعة أشهر وظهرت فجأة. شو سر الغياب والعودة بهذه الطريقة؟ منه سر، يعني أسباب كذا مرة وصلت لها بحياتي على أثر عمل بتكون معذب فيه كتير وشغله، مثل ما صار بمهرجان أهدن بأواخر تموز 2015. طلعت يعني بنتيجة إنه هاي آخر مرة بعد بحاول، يعني اتعذب هالقد بتحضير شغل، وآخر تك الناس ما بيجوا على الوقت، الجمهور كله ما اجى على الوقت، مش أنا يعني. وهذه فكرة انه انا ما بيجي على الوقت وكذا، في هي ومجموعة اخبار مثل انه هذا الانسان بيضله بيتعاطى وبيضله بيكون مطفي ما بيجي على الوقت، الى سنين هي ذاتها. وكيف صارت كل هالحفلات اللي بيعرفوها العالم؟ منين موجودة ومسجلة 10 اذا ما بتجي على الوقت؟ يعني هي شائعات بتلاحق؟ لا، هي بروباغندا. بروباغندا. بروباغندا إعلامية. وهي ذاتها بتطلع، يعني صاروا الناس يقولوا إذا في حفلة مثلا بعلبك بيقولوا لك شو قولك رح يجي؟ مشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي، ساعدت بتعميم الشائعات، يعني كنا بلاها كنا مكفيين وموفيين. برأيك في جهات كيف مع فيسبوك؟ يعني غير منتج، صاحب قعدة بأركيلة أو بلاها، صاحب عود اللبناني، الأول كلمة بيقول لك أنت نقعد لنا شي قعدة مش نشوفها، يعني بخطط إنه القعدة رح الشوفة رح تكون على قاعد، يعني منتجي أكثر على قاعد. بس برأيك أستاذ زياد، في جهات منظمة تقف خلف البروباغندا الإعلامية اللي بتعرض لها من حين إلى آخر؟ جهة واحدة؟ طبعاً، مش هلا بيلتقوا مع ناس بيبقوا في تراتبية يعني. بس بتعرف كيف المواقع بتنقل عن بعض؟ يعني رحنا لنتشكى على يعني الامن العام بخصوص مكتب مكافحه الجريمه الالكترونيه والسرقه وهذا، اخذين لهم معنا شي 45 موقع مش لالي. ففاجئونا انه شو 45؟ عندكم شي 150 واحد باسمك. قال لي هول توقيفهم يعني تدريجي، بده يكونوا طويل، واذا ما اذيوك بشيء، إذا موقع ما إزاك بشيء أمنياً أو شيء، خلي شو هذا عمول موقعك أنت بيروحوا، فنحن بطور تحضير موقع. طيب أستاذ زياد، بهالسنتين سنتين وأربعة أشهر عم طول عليك؟ لا هيك منيح، حسك لا هيك منيح الإيقاع. بهالسنتين وأربعة أشهر فيك تتمرق لنا شيء ألم؟ يحول الألم حدك والورق حدك، أنت بس اطلب. مين عم يجوا؟ شايف نحن كن فيكون دغري. كمان يعني بهالسنتين وأربعة أشهر اللي كنت غايب فيهم، يعني شو كنت عم تعمل؟ كنت عم بعمل اللي علي. مثل يعني شو؟ كنت عم نظف، عم تعزل، يعني إذا بتعرف قد إيه عمري بتفهم علي. نصحني شخص صديق، قال لي بدك تروق، صديق بيعرفني من عمر مبكر يعني كتير، وكان يعزف معنا وهاجر على أمريكا، بيجي احيانا فشافني انه ماني مزبوط على بعض بالمره، يعني لا عم بحكي مع حدا ولا عم بعمل شيء اطلاقا، يعني انه ومن طلعت برايي الحكيم منا اكتئاب ومنا شيء، قال لي انت اخذ قرار توقف الشغل، وعم بسالك شو عندك شيء ثاني بالحياه غير الشغل؟ قلت له لسوء الحظ ما عندي غير الشغل. قال لي بشو بتتسلى؟ قلت له بالشغل. طيب اصحابك مين؟ قلت له من الشغل. ها
هالقد مسكون بالشغل، مسكون بالشغل. والمشكلة انه يا بتشتغل كل الاشياء مع بعضها، يا ما بتشتغل شيء، يا ما بتشتغل شيء. انت بهالسنة واربعة اشهر ما كنت عم تشتغل شيء عمليا. لا بس طلعت انه قريت كثير، قريت اشياء شايلها على جنب، بس عم بحكي عمل منتج يعني، ما كان عمل منتج فلوس. لا طب مش غريب انه شخص مبدع مثل زياد الرحباني يعني يعاني من البطالة احيانا ويفكر في السفر الى الخارج بحثا عن عمل لائق؟ بطالة لانه شحاد ومشرط. يعني لا بتلحن لفلان، لا بتلحن لفلايتين، فلان اذا قال هالكلمة ما بتقعد تلحن له. بعدين انت بتعتقد واحد اوقات اذا بيلحن دوليب مش افضل من يكون بيلحن اذا بيلحن دوليب؟ اذا بيلحن دوليب مش افضل ما يلحن لهال يعني. عم تسمع شو في ما؟ مهبة ودب. ايه تسمع بالسيارة، بيشتغلوا لكم بالاذاعة وتسمع، بس انه بالسيارة بالاعلام. نعم. انت برايك في موجة يعني معيبة؟ ايه مش هيك؟ وانت مرة ساهمت بجلسة بإحدى التلفزيونات مع الموجة المعيبة. لا بلش الهجوم علي بكير بعد الحلقة بأولها. صارت مواعي. هلا ماذا يعني لك المال؟ ما زال عم نحكي عن الشغل. المال هو كل شيء، لأنه حتى إذا بدك تعمل معارضة، إذا بدك تعمل حزب مقاوم بدك مال. أنت هلا معك مصاري؟ إذا بدك تشتري سلاح بدك مال. إلا الدول اللي بتدعم بلا سلاح، يعني هاي حالات نادرة بتكون بنفس الموقع، بس السلاح بالعالم بينباع عادة. أنت هلا معك مصاري أم مديون؟ لا بطلع مصاري. رغم الشروط التعجيزية اللي بعدين كمان حاطين شروط علينا مش مضبوطة، انه بياخد على اللحن مثلا 100,000. اكتشفت انه عم بياخد على اللحن بعد مرور زمن على التلحين، وانتبه انا كان محصول تلحيني بامي فاروز يعني، فهذا عمل لك كمان عدائيات انه ما بيلحن الا لفاروز، فبلاها القصة. وطلعوا عليك اشاعات انه باستوديو الاستوديو ما بيسجل للغير، هو نعم عملنا استوديو لبلك نحتاج من شيء ثابت، فما بيجي عندنا حدا. ورغم انه المعدات كثير متطوره ومش موجوده باستوديوهات الباقي، فلاحظت انه بيقولوا لهم انه هذا خاص، او بتنزلوا بتلاقوا الرحباني قاعد لورا عشوائي انه معه اركيله عم يتسلى ويتهضم ويتساءل على اللي عم بغني، فما عود حتى يتلفن. طب استاذ زياد كثر يرون فيك، بما انه حشاش فبيكون محشش وخرمان على المطرب ساعه بيقول له اطلع من هون، خبريات ما في منها شيء يعني. طب كثار يعني يرون فيك، كله محبه، كله محبه، كله حب، هذا من الحب ما قتل. ايه حب. طب كثار يرون فيك العبقري او الرجل الاسطوره. عمين عم تسلم بالاستديو هلا على الزملاء، هلا بالفاصل اللي بنسلم عليهم. كتار بيشوفوا فيك الرجل العبقري او الاسطوره، انت كيف تنظر الى نفسك؟ ما في حدا، ما في حدا. انت كيف تشوف حالك؟ ما في، انا ما بصدق انه في حدا قبل. في حدا بيلاحظ الامور، بيتفرج على الحياه اكثر من غيره. في ناس انت بتحكي انت وياهم بيكونوا مش عم يسمعوه، بيكونوا عم يسمعوا عم ببلشوا يفكروا شو بدهم يجاوبوا بالوقت اللي انت عم تحكي، لدرجة ما بينتبهوا انك عم تحكي فبيفوت فوقك. نحن ما بنسمع. كل اللي بيطلع ما في شيء بيطلع منه موجود بالحياة صدقني. وما في شيء طلع معي على طاولة. كيف بتصير معك الأمور يعني؟ مثل هلا قاعد أنا وياك أو ضاهين أنا وياك أو طالع أنت على السيارة عملت حركة، إنه هيدي كيف بدها تخطر لك على طاولة؟ يعني ابسط شيء انك تشوفها حدك عم تصير يعني وبتنقلها، بس انه ما بتنقلها حرفيا مثل ما هي قوي، لانه يعني بتضل انت عم تزد لشيء، عم تجمعها مع شيء ثاني، عم تخلطها بغير شخص. يعني في شغل قصقصه بالنهايه، بيشبه شغل الكمبيوتر احيانا، انه بتشيل هالمشهد من هون بتحطه هون، بس كلها اشياء صايره. بس انت بتلتقطها، يعني هذا الفرق بينك وبين الاخرين. إيه؟ بتلتقطها. لا مش فرق، في غيري بيلتقطها كمان، وانت بتضيف عليها لمسه مبدعه مثل مسجله شوي افضل من مسجله. حلو، عرفتي يا استاذ. طب في اشياء كثيره تغيرت في لبنان وفي محيطنا العربي استاذ زياد، في معادلات، في توازنات، في احجام، في حكام تبدلوا. ماذا عنك؟ هل تغيرت ام لا تزال الثابت وسط التحولات؟ أنا بدي أحكي عن حالي يعني؟ لا، أنت بعدك زياد الرحباني اللي بنعرفه من عشرات السنين. بإذن الله، بإذن الله. بعدك على الطبعة الأصلية؟ بدك تسأل ناس بيشتغلوا معي من وقتها.
لا عم بحكي بشخصيتك بافكارك هيك بيقولوا لي، بيقولوا لك انه بعدك بعدك اصيل يعني بين زوجين. ان شاء الله بتقول ان شاء الله. طيب استاذ زياد، يعني مثل ما شايفين انت عندك هيك مثل انحناء في الظهر يعني. ايه سلامتك. اول شيء شو قصتها هالوعكه الصحيه يعني؟ قصتها انه تراكم خي، يعني انه كل الناس بيصيبوا الاوقات وجع بكتافهم، اوقات قاعده طويله على اله البيانو هي اسوأ من الكمبيوتر نفسه. الكمبيوتر فيك تقعد هيك يعني متقرب على الطاوله، بس البيانو عاده المحل اللي بتعزف فيه اوطى من جسمك. فبدك تعمل هالحركه، فاذا عملها 12 ساعه سريه على كذا يوم بتجي لتقوم بتضلك مثل ما انت. يعني سارة معي كان عمري 12 سنه ولا ايش، 14 ساعه عم تعزف على فرض وضعي، وجيت لوقف ضليت مثل ما انا. ما لها علاقه لا بطبيعه حياتك او طبعا هلا يضاف اليها نسبه الترخي العام اللي عايشين فيها نحن، كانه بفركن لك كل الوقت. كانه شو؟ يعني بيبقى مشنج الواحد كل من هون لقعب ظهره، ما بفتكر في حدا الا ما بيقول لك عندي مشاكل بظهري. صح. بس انا اجتني قويه يعني. طيب عم تتعالج هلا؟ ان شاء الله. نعم عم تتعالج. نعم يعني ظهرك سيستعيد وضعه الطبيعي قريبا ان شاء الله. بس حبوا يصورونا بقناه يعني زميله انه هو هيك وضعه هلا. نحن كنا طالبين منهم يجوا يغطوا شغله صارت معنا بالجامعه الامريكيه، يجوا ياخذوا فيلم صوروا صديقنا طارق تميم داخل الجامعه، صار مشكل يعني. فاجوا بدل ما ياخذوه اجوا معهم كاميرا. فرق كثير يعني. فرقت كثير، مش هيك كنت متفق معهم يعني؟ لا ما اتفقنا معهم، ووقفنا ثاني نشره بالليل يعني. طيب شو قصة سوء تفاهم اللي صار بينك وبين بعض الأطباء خلال تلقيح العلاج؟ حادثة بتصير يعني، حادثة بتصير بأي مستشفى، إنه موعود بصورة أنت لك أشهر عايش هيك، بترمي الصورة وعطيك الحكيم كل الاهتمام وناطرك، بتفوت على المصعد بتكبس على البيت تحت بتروح على شمالك. عملت كل اللي لازم ودلوني اكدوا لي على المدخل انه هيك، وصلنا ما لقيناه. ونكروا انه هالاسم موجود حتى مع كل الكمبيوترات اللي عندهم اياها، وفتحت فتحت معي بشكل غلط يعني. عصبت يعني؟ لا صار خبيط وضرب تحت يعني. ما حدا عرف الا الناس اللي كانوا موجودين وصوروا وشجعوا وصاروا يسبوا بقوانين الجامعه وباستلهاء العالم. الناس اللي موجوده هناك تعاطفت معك يعني؟ وثلاث ارباع الموظفين كلها برانيس بيضة عم تصور وتقول لك مزبوط عم تحكي 100%، لانه صرت حاضر بالسياسه تحت انا. يعني عم تحكي بالمستشفى عن البنتاغون. ايه والعالم يطلعوا ويصوروا. وظهرت بلا الابره. ظهرت بلا الابره؟ ايه طبعا. معنا الابره ضروريه لوضعك. ضروريه، ويعني وصلت لحد اني شك بالحكيم انه يعني قال لي تعا وما ناطرني انه عم يماطلوا لي فيها، عارفين عندي حفله، لانه في جامع مشترك انه الامريكان مؤسسات امريكانيه. يعني هي نظريه المؤامره؟ لا مش نظريه المؤامره، عم بتعرض لعده اشياء بيتعرضوا لها كثير ناس اذا بتعرف شوي يعني مهندس كمبيوتر اي تي انجينير بيقول لك انه بيقدروا الناس يعني جهه بتقدر تفوت على الكمبيوتر تبعك اذا بعت انت على الفيسبوك ما يوصل. والفيسبوك ماشي عادي بس بلوك على شخص واحد. يعني انت اللي بتبعته عبر الفيسبوك تبعك ما بيوصل ولا بتتلقى؟ ولا بتلقى مع انه هو شغال. كل ما يصير شغل دائما هيك. من سنين. مع انه يعني عندك صفحه على الفيسبوك لا مش على الفيسبوك، بس انه انا كواحد عم يفوت او عندك ناس من المعجبين بده يقول لك شغله او بده يتصوت على شغله ما بتوصل لك. يعني انا بقدر فوت على الفيسبوك بدون ما اكون عضو فيه. ايه تفوت الصفحه العامه بتشوف الصفحه العامه. ايه ما بيوصل لك شيء. صارت معنا بس من 2015 وعملت بلبله وقتها بين حزب الله وبيني وبين الجريده اذا بتذكر. صح. كمان صار انه طلبنا من الحضور 500 شخص، من الحضور كانوا شيء 1200، صوروا الحفله. قلنا لهم عاده نحن بنطلب انه ما تصوروا، هالمره رح نطلب منكم صوروا كل شيء ونزلوه على فيسبوك. تاني نهار ما في اثر انه صارت الحفله عنا اولى نحن. شيء غريب. يعني وقتها امن الدوله قالوا لي هذه الامكانيات لا نحن
ولا حزب الله عنده اياها، يا ريت عندنا اياها. انت استاذ زياد رح كفي بعد شوي بالملف الصحي، ولكن انت شخصيا هل لديك هاجس امني؟ هو اصول يكون عندي. بس انا بلا مخ. بس انت تشعر بانك يعني مستهدف او ملاحق؟ بشعر ومش فارقه معي. بس عندك احساس بانك مستهدف؟ لازم يكون يعني على الشيء اللي بتحكيه. يعني حزب الله حتى سال مره طرف انه هذا الزلمه عني، يعني انه كيف بيعمل امنه؟ هيك وصل لي يعني. مين ممكن يكون يعني عم بيلاحقك او عم بي او مستهدفك؟ مين؟ مش ضروري لك عم فكر بقول وعيش نظريه المؤامره، بس اذا بتقرا شو بنكتب بالجريده لازم تعرف مين يعني. الامريكان يعني؟ لا والله مش فاضيين للامريكان، يعني في اقرب. في اقرب؟ في اقرب بكثير، في السعوديين. ايه؟ ايه. هلا ممنوع يعني، منعوا اسطوانات فيها فيروز تفوت على السعوديه. بس لانه انا عامل توزيع موسيقي فيها. يعني انت موجود ضمن الرادار السعودي؟ مش الامارات، السعوديه. إيه؟ طب شو مشكله السعوديه معك؟ خطك السياسي، افكارك؟ لا لا، لانه يعني مش التزفيرات بتزفرها بحقهم يعني، ضب لسانك يعني. بدك مين يضب؟ مقضينا ضب من بيت لبيت، ضب لساني كمان. يعني بعد عندنا هلسين؟ صح، اتركوا لنا اياه. طيب استاذ زياد، ليه ما بتحتاط امنيا؟ يعني ليه ما بيكون عندك مرافقين على الطريقه اللبنانيه؟ لانه مش ممكن اتصور انه يقتل شخص بسبب شيء انا قايله او عملوه عني. ما بتتحملها هي؟ مش ممكن. انه ليش بده يقتل شخص قد ما هو بيحبك وبيدافع عنك على شيء انت ارتكبته؟ انه يا ما ارتكب شيء يا امشي مثلك مثله يعني. يا قاتل يا مقتول. تحمل مسؤوليه اعمالك انت تحديدا. مثلي مثله ايه يعني. انا بجي انا واحمد بالسياره يعني بوضع انه اذا في شيء اثنيناتنا عرضة قد بعض يعني، مش واحد قاعد ورا وموكب سيارات بس نوضح للمشاهدين انه احمد هو الشاب الموجود معك. ايه طبعا، احمد مدلج. احمد مدلج. ايه. شو كنت عم تقول؟ مثل ما الله بيريد. حلو. اكيد. طيب هي بتصور العالم بصيروا يعملوا حسابك اكثر، بس يعرفوا انه هذا بيعها كلها. طب انت يعني رغم احساسك بانك تتعرض او معرض لخطر ما، مثل ما عم تقول مسلم امرك لله، ولكن بتلاقي احيانا يعني اشخاص هامشيين وثانويين ماشيين مع مرافقه ومدججين بسلاح. ويا كثير هول، ويا كثير بيكون. تستفزك هالظاهره؟ مين بدك نسمي؟ مش معقول يتسمى هيك برنامج اساميهم يعني، عيب. لا من دون ما نسميهم. عيب نسميهم. ايه هن هون هالناس بيستفزوك؟ بيستفزوني وحدي، بيستفزوا الناس كلها. في ناس بتوصلوا لعشر مرافقين. وما لهم بدك تشوف اذا فاتوا على استوديو انت، بدك مين يقنعهم يظهروا على الكركعة تبع الفرود اللي معهم والتليفونات؟ بدك اخي بقول لك انا شاعر عم يتمشى ويدخن مش قادر يعني، وانا خيو والشباب بقول مرافقين، طيب مرافقين شو عم بيعملوا؟ مين مستقصده؟ ما في جمهور لينط عليه باستديو انت. يعني حتى شعراء وفنانين صار عندهم مرافقين. لا هو الشاعر بيبقى جاي مع المطرب. الشاعر بيبقى جاي مع المطرب. ايه بترك له مرافق واحد للشاعر. يعني المطرب تارك مرافق للشاعر. سنجل. ايه. والباقيين مع المطرب. يعني منيح لي عقلك بيحملك يعني والله. لا بس من زمان ما متعاطى معهم. يعني انا ولا مره شعرت اني بالوسط الفني. داير من الدار عم لف يعني. صح. طيب استاذ زياد، هذه الانحناءة في الظهر اذا بدنا هيك بدها رواق يا وين بدها رواق. ايه بس انا بدي اروح هيك يعني رمزيا الى ابعد من الشكل، هل يمكن ان تؤشر هذه الانحناءة الى انكسار زياد الرحباني امام الحياة؟ لا بالعكس، كنت عم شيل شغلة مش لازم شيلها. هي اللي عطبت الموضوع. اوكي. بس غير الوضعية. ايه. جيت ما مقضيها زق يعني نقل بيوت انا وزق، لدرجة عاملين موسيقى اسمها كياس وشنط. مقضينا كياس، إذا بتعرف كم مرة ناقل بيوت بالحرب، معظمها لأسباب أمنية. نعم. ومحيط يعني، وكنت لاقي صعوبة استأجر كمان يعني، حكيتك عنها. صح. ما بعرف ليش، إنه بس يعرفوا اسمي بيتهيألك إنه بيهتموا. أصحابين الملك ببيروت ما بيهتموا. ما بيهتموا فيك. يعني في شيء كثير مؤسف ومحزن. انه انا من عمري 17 سنه استقريت من منطقه بيروت الغربيه
يعني وانا عمري اليوم على راس السنه بصير 63، فيني اقول لك انه يمكن ما عملت اكثر من صاحبين ثلاثه فقط لا غير؟ ايه. كل هالعمر؟ ايه بعرف كثير ناس ايه بس كاصدقاء صاحبين ثلاثه، واحد منهم هون هو طارق تميم، واحد اسمه خضر قرناؤوط، واحد اسمه بسام بدران، وما اعرف بس اصحاب هيك يعني غريبه هالمنطقه. شو سبب الندره في الاصدقاء؟ شو سبب؟ بيروت خي. نعم بيروت طبيعه المدينه يعني؟ قبل الحرب ما كانت هيك. الناس تغيروا؟ لا في طبيعه يعني، في ناس حاسين انه بيروت كلنا غرب عليها يمكن. مثل ما صارت تتشقف البلد. يعني مثل ما السنيوره مر على اثر اخراج الاسير من مخبأه يعني ونقله على معين مخيم عين الحلوه. لقي طريقه يقول نحن مثل عم بيقول السنه نحن صيدا. وطبعا اخواننا المسيحيين هن من ضيوف عنا، ارتكب كلمه ضيوف بمحل يعني اهم مناضلين من صيدا كانوا من المسيحيين بالاجتياح الاسرائيلي. نعم، انا استاذ زياد كنت سالتك انه هل تشعر من الداخل بانك انكسرت امام الحياه؟ لا لا مش انكسرت، صدمت بكثير ناس. وكثير قراب. شو عملوا معك؟ هي بيبعثوا لنا ناس عاطلين عن العمل، هول مين بيستلقيهم؟ جمعيات الان جي اوز. بيبعثوا لك ناس يفوتوا معك بالجو وبيفوتوا اكثر شيء بالميديا هول اذا بتلاحظ. يعني صحافي مراسل واحد وفد بيعلم تفكيك الالغام طبعا لانه هن مركبينها بيعرفوا كيف بيفككوا. بتلاقي مثلا فاوند شو بتقول له يعني قرض للثقافه، قرض ضد الفساد. هذا كله جمعيات عاده عم تحاول تحل محل مين؟ دوله. لا محل النقابات والاحزاب. يعني انه مشاكلكم حلوها بالجامع، مشاكلكم انتم حلوها بالكنيسه مش بالاحزاب ولا بالنقابات. من هيك غير حكوميين. انت هو بترتاب فيهم يعني؟ لا بيبعثوا لك ناس. بيبعثوا لك ناس لعندك؟ بيبعثوا ناس لعندك؟ بندق بمحلات عامه بيبعثوا لك ناس بتلاقيهم عم يترددوا على المحل وخاصه من الجنس النسائي. يعني بيبعثوا لك ناس ليحاولوا الايقاع فيك؟ ايه ليحاولوا يتقربوا منك اكثر، يعرفوا وين بتروح، وين بتجي، شو بتعمل، يمكن يسجلوا لك. خاصه من الجنس النسائي. وانت عندك مناعه؟ احيانا بتقشط المناعه اذا عايش وحده الواحد. بتقشط المناعه. بس بتكون حاسس انه مريب هالتقرب المفاجئ وبتبقى قاعد عم تعزف حاسس انه مركز نظر عليه وعاده بتكون وحده. وبتسال البارمن الخادم بيقول لك بتجي دائما هذه بس انتم تكونوا. يعني في نوع من استدراج لك، محاوله استدراج. وكثير بتحصل يعني ومع ناس فاتوا فينا ما قدرنا انتبهنا لهم. قد ما كانوا ممثلين جيدين يعني. نعم، طب بما انه عم تحكي عن الصدمات، هل يحز في قلبك يعني ان تواجه اوجاعك وازماتك الصحيه من دون ان يكون احد من افراد عائلتك الى جانبك؟ يعني هل العزله العائليه بتوجعك؟ اكيد، بس عم تسلم هلا، عم تركب رجعت الامور الحمد لله، يعني رجع ماشي الحال. قريبا جدا يعني بيكون كل شيء رجع لمكان. يعني خلينا نقول العلاقة الإنسانية بينك وبين والدتك السيدة فيروز عادت إلى طبيعتها؟ إيه مع هي إيه، عم نجرب نحل القصة مع أختي لأنه أختي عن سوء نية أو عن عدم دراية يعني بتعرف عملت عمل لفيروز كان مش كتير. وأمي حتى ما سألتني رأيي فيه، يعني ما حكيتني رجعنا نشوف بعض، ما سألتني حتى رأيك شو فيه. صار في تواصل بينك وبين والدتك؟ إيه طبعا تواصل قريب؟ كل يوم. ايه كل يوم رجعنا بتحكوا مع بعض؟ ايه لا ونشوف بعض او بتشوفوا بعض. يعني واخيرا وان شاء الله يكون عندنا حفله سنه الجايه كمان. هيدا خبر مهم كثير يعني. طبعا يعني تصالحت مع والدتك، هيدا العنوان اكيد خي، ما كان في مشكله، كان في سوء تفاهم. بس طول طول استفادوا منه ناس. استفادوا منه ناس. ايه يعني خبريت اللي صارت بتعرفها شوي ما بدنا نكررها. طلع شخص اسمه حازم صخي اللي عز علي ان اكتب عن الراحله فيروز وانا كان في عقله طار يعني
فنزلنا على الميادين هني كانوا الاسرع والتلبيت لهذا، عملوا حوار واتهمت كمان شخص كان بلش يبل ايده بالموضوع على المدونه اللي هو سيد فويس ترابلسي، فرد علي ورديت عليه وكذا، وكانت يعني كله هذا ما فات وقت امي انه تسمع، هي ما كان بدها القصص بالاساس تصير الخبريه، انه انا ما كان لازم احكي شيء انه احرجها فيه قدام عن عواطفها السياسيه، انا كان قصدي خياراتها السياسيه، انا كان قصدي شيء كويس يعني، فهمتها بالغلط بس بعدين رجعت فهمتها. استاذ زياد كم ساعه بتنام باليوم؟ ساعتين مبدئيا. ساعتين فقط؟ من انا واعي على حالي، بس انه برجع بجرب نام شوي بصيروا ثلاثة وشوي، هلا عم بيحاولوا يعملوا لنا اياهم الخمسة، وفي شيء اسمه منوم انا بخاف منه ما بياخذوا يعني ولا يمكن، فعم بيعطونا نوع من خلطيه اشياء اعشاب بتنعسك قبل ما وقت بدك تفوت تنام. طب وقتها عم تمشي، بعدين مع العمر خي ما بقعد فيك على 2 ساعات بالنهار. هلا رح نحكي عن العمر، بس انت مؤخرا اجريت فحص النوم. حلقه طبيه طبعا. لا لا بس هذا مش عم تأيد شيء على الفايل انت. لا انا مبرمج الامور منهجيا. لا بس منهجيا فتح لي فايل طبي انت. هلا فتنا على الطب النفسي، انت مؤخرا اجريت فحص للنوم والاطباء يعني اخضعوك لهيك مراقبه معينه واكتشفوا انه بيظهر عنك حركات سلينا والله انه اكتشفوا انه بيظهر عنك حركات غريبه خلال نومك، شو بتعمل انت وغفيان؟ كلني نشاط حيويه. انت وغفلان؟ يعني شو بتعمل؟ مش لأول شيء انه نبضي انا ونايم 120 ضربه بالدقيقه، عاده هذه يعني لو واحد ماشي سريع 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 يعني فكيف اذا قمت وبلشت تنغر وتركض وهذا يعني بيطلع لل 180 190، بس هاي قديمه يعني من وقت ما واعي انا هيك، وخيي يعني مقعد كمان نبضه مثلي، وبيي كان يعني من نبض سريع يعني ما لنا شيء غريب. بس شو بتعمل انت ونايم؟ هلا اول شيء بتضلك مكفي الاشياء اللي صارت معك قبل ما تنامي، شو ما كان صاير بغفى بدقيقه يعني يعني بكون عم بحكي انا وياك شيء نبلش نتعشى طب عموما على الطاوله وبتكفي وما بيعود في مين يشيلك لجوا لانه ما بتعود خارج الارسال يعني بصير انه بيحملوك اوقات بفوتوك على اوضه ما بتعرف. بس انت باللاوعي بتكفي اللي كنت عم تعمله انت وفيق قبل ما نام قبل ما تنام، فبصير كفي تعليمات على العالي عيدوها من الاول وعلى العالي بصوت كامل يعني او بتحرك ايديك اذا حدا غلط ونام حدك يعني كل نقزه. بعدين بعطي اشارات انه ستوب ستوب، والكز شغال كز اسنان شغال، وبعدين في حركه ريستلس اسمها غير حركه غير مريحه بالاجرين كمان وروبصة انه بتقوم شوي بترجع بتقعد وغافي انه بتفكر حالك تاخرت عن الساعتين يعني قلت له حكيم هلا اذا بعد ناقص حفله طنبلة تجيبوا الاولاد بعد الظهر وتبتهجوا كلكم سوا وبتوعوني بيكون صار ترمي يعني بتوعوني هلا دوم يعني نومك هلا في ناس بحدسوني انا ونايم بيقولوا لي انه بحدسوني بجاوب واوقات تكون عم بعلك قبل ما انام ضل اعلك انا وغافي بس هو الساعتين مش عم بمزح يعني استاذ زياد هو الساعتين اللي بتناموا هلا عم بيحاولوا يطولوهم لخمس ساعات بكفوك يعني 5 ساعات انا بعد بظهر بقوس اذا صاروا 5 ساعات هلا طموحك يصيروا يعني طموحك يصيروا 5 ساعات هيك طالبين انه حطها 4 ساعات عم بقول له للحكيم مره انه خيي انا ساعتين على القليله في واحد بحمص صار له 32 سنه ما نايم قال له انت شو بدك فيه؟ انه شيء منيح يعني ما هذا هو قدوتك يعني قال لي انه انت فكرك مبسوط بحياته هلا قد ايه عمرك هلا العمر كله؟ انا بعد سببها انه واحد عايش مسبوق كل الوقت والحرب اثرت على شيء انه راح من عمرك كذا سنه انت في سباق مستمر مع الوقت بدك الصرفه تقوم لتشتغل عرفت كيف؟ بس تقوم بيطلع ما في شغل كمان انت هلا ب 63 او على ابواب جايب لي هول مش عم لحق اشرب شيء يلا طب يلا خد لك سحبه شاي
صحتين. قلبك. صحتين. انت على ابواب 63 استاذ زياد؟ نعم، على راس السنه بخلص 63. انت بتتفائل بالرقم 63 لان 6 زائد 3 بيساوي 9، وانت بترتاح نفسيا للرقم المفرد. ايه مزبوط. شو فلسفتك يعني لو 3 و6 مش مجموعة 9 ما بعرف كنت شو بعمل بحالي. مش مصدق انه صار عمري 63. ايه يعني بتتفائل؟ بيقولوا لك الطب طول عمر الانسان وشيء، الله يطول بعمل الجميع، بس الطب ما معروف شو عم يعمل. ساعة بيقول لك زيت الزيتون ما بيسوى، ساعة بيقول لك هذا هو. ساعة بيقول لك الجزر بيعمل سكري، ساعة بيقول لك الجزر بيقوي النظر. عرفت كيف؟ قديش قعدونا بدل زيت زيتون كنا مفتكرينه صح نحن. حاولوا دوروا منعوك عنه ورجع اهم شيء طلع هو. شو بدي اقول لك؟ بس انت بترتاح نفسيا للرقم 63؟ طلع الجريفون بيلغي الحبوب تبع الكوليسترول. شو هو؟ الجريفون. ايه بيلغي الحبوب تبع الكوليسترول. ممنوع تاخذه اذا عم تاخذ جي، وهو بيحرق كوليسترول. ضيعوك يعني؟ ودهنيات. لا انا ما معي كوليسترول الحمد لله. لا عم نحكي بشكل عام يعني ضيعوك. عم لك العلم يعني. طب شو بيعني لك عمر 63؟ عمر كبير هذا شوي نسبيا. يعني صار بعشرية التقاعد. في تقاعد ببلدان على 62. في بلدان عم تعملوا 64، في ناس راحت فيها 67. بتعطيك شوية معنويات لشبيبة البروستات يعني. تحسسهم انه بعد في عندكم وقت. انت عم تفكر بالتقاعد؟ هذا غير شيء. فكرت فيه كان عمري 40 سنة مرتين. ما له علاقة بالعمر. لا بس العمر نفسه هو الحقيقة. يعني مش انه بكره قد ايه بكبر. هلا هالفئة شو بتسميها؟ هلا مثل ما بتشوفني ماشي مثلا بيقول لي خليني ساعدك يا حاج، ديك النهار بعد المشكلة. قلت له ما بدي تساعدني، قال لي والله بتساعدك، قلت له الله يساعدك، قال لي روح الله يوفقك ان شاء الله. عبيب استوديو. يعني بتحس انه صار يستفزك موضوع انه بدنا نساعدك، انه انك بحاجه لمساعده. هي الطب بتساعد، بس انا قبلها يعني صاير بس عبي غراض بالسوبر ماركت بيقول لي حاج خلي عنك. هو الاشارات. انه الواحد صار كبير. مين بده يقول لك يا مره ممكن تيجي تتجوز حاج بهالعمر؟ صعبه. طب هل اصبحت يعني بعد هالخبره والتجربه في الحياه، هل اصبحت اكثر حكمه وواقعيه ام لا تزال زياد الرحباني المتمرد والمتطلب؟ شو يعني متمرد ومتطلب؟ يعني انت معروف. لا يعني معروف بهالنزعه التمرديه يعني. مش تمرديه، هذه معارضه للسلطه القائمه ومعارضه للراسماليه بحد ذاته وين ما كان. يعني انا اخر همومي اليوم التاجر اللبناني، عرفت كيف؟ لانه عم نبحث بالحرب اصعيد كيف مشبك العالم كله بجو اللي صار بالحرب السوريه. تشبك العالم كله، كل الناس رجعت اخذت موقعها. والحرب الحقيقيه هي اقتصاد بالعالم وطاقه وسيطره. عرفت كيف؟ يعني نحن طالما انه عرب ما راح فينا نفرض اقتصاديا شيء على رأس المال واللي راسه أمريكا، ما راح يتعلموا لغتنا. نحن بنتعلم لغتهم. مزبوط؟ صح. يعني بس تفرض اقتصادك أو شيء بصيروا يدرسوا العربي، بصير يدرسوا الموسيقى العربية، بصير هيك بتصير. بس شو بحاجة لإلك إذا عرفت كيف؟ ما بيطلع لك، ما بيطلع له منك شيء. ليه بده يهتم فيك؟ بس كان قصدي لك إنه تشعر إنك الآن أكثر نضوجاً؟ لازم، بس اوقات بتحس حالك ما هو على القعده الفردويه لو في شخصين تقعد انت وياهم هولي كل النهار بتحس انه بحس انه بيشكروني لانه بحبوني. ما بتصير كثير على رايهم. بحس انه اذا ما تمدد شيء اللي عم تعمله لناس اكثر، يعني اذا ما حس الناس اللي عم تعمله حس يعني بيصير ما بتكون عم تعمل شيء. لانه الناس بزقفوا على اشياء عاملينها هلا قبل ما يفوتوا غلط طائفيه يعني. يمرق بشغله طائفيه جمله ورا الثانيه على المسرح بصيروا زقفوا يضحكوا. معناتها هذا مش عاجبته الا النكته اللي فيها. يعني ما عم توصل للرساله. لا بده اياها تكون بتضحك. شرط يعني. اذا عملت مشهد ثلاث اربع دقائق
ما في ضحكه بتلاقي قوي صوت السيلولورات بالصاله. ايش بس هيدي يعني مشكله، هيدي شيء شغله مخمليه، هيدي قد ما عظيمه. استاذ زياد شايف كيف بيحضروا الناس الحفلات هون؟ نعم. شايف كيف بيحضروا الحفلات؟ في واحد بعده سيلولر بايده اذا مش نام. طب كيف عم تحضر؟ انه مش قادر يحرم عنه حاله ساعتين. انت من اقوالك الشهيره نحن عايشين بالبريه بشكل انسان بدائي بس لابس اخر موضه وعنده اجدد ايفون، مزبوط هيك قايلها انت؟ صحيح. برايك هل نزال يعني نتوغل في هذه البريه ام اننا وفق على ايفون بتطلبه بعده بجيبه بعده بجيبه؟ بس انت تشعر بانه نحن بعدنا نقيم في هذه البريه ام انه بدانا نتلمس طريق مغادرتها والخروج منها؟ بالعكس، عم بلشنا نفلح فيها، مقررين نرجع على العصور الرواء هلا، على القرون الوسطى. ايه، لانه بيقول لك هذا شيء، قول معي، هذا الشيء الطبيعي الاورجانيك. ايه، انا بتقتلني كلمه اورجانيك. عرفت شو الاورجانيك؟ الشيء الطبيعي العادي يعني. ايه، من الزرع العادي صار اسمه اورجانيك. ليخلوك تفكر انه لازم تشتري اورجانيك. ايه، مش من عند دكانجي معطر بالحقيقه، انه ما بيفهم بالاورجانيك هذيك. ليه؟ لانه بالانجليزي يعني بعل مثلا، في بالانجليزي بعل؟ ما في، في اورجانيك. صح، بده 100 سنه ليوصل على البعل او البيض البلدي. شايف اللي بيعملوا بيض بالصفرين؟ ايه، هو كيف بيلقحها هي لتعمل صفرين صفرين عم ماشي؟ سبحان الله، يعني هي بتبقى عم تبيض ومش عارفه كيف عم تطلع وتعمل ايه. طيب بخصوص الكرامه والشعب العنيد، وين صاروا؟ على قهوة عنفوان خاصه مدته وجال لقدام لورا كذا لا يزبط، انه هيك فريد وطالع حر وبحب الحياة، كأنه نحن بنكرهها يعني. يعني اللي شافنا عم نحضر الحلقة أنا وياك من يومين على الضحك اللي ضحكناه، يعني مش اثنين ما بيحبوا الحياة هون، بس بتحب الحياة أوقات مع أشخاص بتحس في سلك بيناتك. حلو حلو. إيه، هول معدودين صاروا، فبصير ملقط فيهم. أستاذ زياد، سنتابع هذا الحوار الممتع معك، ولكن بدنا نوقف مع فاصل ترتاح خلاله، ثم نتابع من بعده هذا الحوار الشيق مع زياد الرحباني. عودة مشاهدينا الكرام إلى متابعة هذا الحوار الذي كان مستمرا تحت الهواء مع الفنان زياد الرحباني. لو كبس هنا كبسة مدير المسرح حازم وحاسم. ايه، لأنه لبرا فكرت لازم أنا وياك نظهر كمان. ايه، على صوته بتفكر إنه لازم كلنا نخلي المكان، إنه في شيء طارئ. أستاذ زياد، أنت كمان في عبارة شهيرة لإلك بتقول فيها: ما في شعب مبيوعة، في شعب بيطول تيوعة. صحيح. لماذا تأخرت كثيرا صحوة اللبنانيين؟ طائفية. طائفية. في ناس واعيين. عم بحكي بشكل عام يعني. وحياتك الناس واعيين، بعد اللي مر عليهم بعده عم يمرق عليهم، بس انه واعيين، بس كل واحد بده ينسق وحده بطيفته. يعني في عالم بالعالم مظاهرة عمالية. في بالعالم مثلا بايرلندا انه بيمشوا البروتستانت وحدهم والكاثوليك وحدهم بالمظاهره، في مصالح مشتركه. صح. نحن بالحرب قبلها كانت تنزل مظاهرات كبيره ومخلوطه جدا. هذه وقفت بعد الحرب. وقفت. حتى بس راقت كذا مره صارت علقه رجعت تروق. واذا لاحظت انه كمان انحدرنا يعني من الطائفيه الى المذهبيه يعني. ايه، فرط الاتحاد العمالي. يعني بتعتقد وضعه سليم هلا؟ الاتحاد العمالي مش موجود بقى. طب هلا يعني نقيب جديد ممتاز. بس انه بتحس انه مش هيقدر يعمل شيء وحده كفرد. طب كيف السبيل للخروج من وحول الطائفيه؟ يعني حضرتك عملت مسرحيات كثير حطيت فيها اصبعك على الجرح، وصفت المشكله. بس العلاج كيف هو؟ معنى انه بالبرغل في طائفيه. ايه.
هيدا توصيف للمشكلة. العلاج لا شو هو؟ سبحان الله، يعني اللي بيجي لهون لكن بيجي أجنبي لهون بصير لبناني بينتزع. أجنبي جاي من أوروبا إذا قرر يتجوز ويبقى هون ايه؟ يبقى طالع بالعكس وعم يعمل لك هيك طالع عكس السير يعني. ايوه عم يعمل لك رجاع. بيخرب يعني بيخرب. بيخرب. بنعديه. ايه. هيدي رشيد وقتها قال يعني كل شيء عم يمشي على الأرض هون إشارات تطلع من الأرض تطلع بتصير براسك. يعني بس تدعس على الأرض اللبنانية. إنه في شيء بالتربة. ايه. ايه. وبالهواء. طبعا. استاذ زياد قبل ما نتابع الحوار غير روايح الخرا ولهذا على المكبات والشو اسمه في شيء بالتربه لحتى لي تفرد انت حتى شو؟ تفرد تفرد تصير مفرد يعني انه ما بيجمع بتقول 18 واحد ايه. هذا الشيء اللي كان عم يجرب يقوله رشيد ما الفهم ايه. ما في 18 في 18 واحد يعني 18 ضرب واحد اه حلوة نحن هيك نتيجة 18 ما هيك ما فيها نتيجة بتشطبها بتضل 18 تايم واحد ضرب واحد هاي محاولة تفهم وقتها بس فترى اللي عم يشرحها لأنه ما حدا فهمها منه اللي هو رشيد بفيلم أمريكي طويل نعم. قبل متابعة الحوار معك سنبقى الآن مع تقرير للزميلة زينب بناجي التي زارت منزل زياد الرحباني وعادت بهذه الإضاءات عليه. بوعى كثير كثير بكير بجرب اقعد على البلكون لأنه بيكون مدبة الحياة بعد المجتمع إذا كان شوب برجع بفوت ببلش اجمالا بكل الشيء اللي كنت عم اعمله اخر شيء قبل كم ساعه لانه عندي مشكله من انا وصغير انه بنام يعني لغايه السنه جربوا يعملوا شيء معي يعني من وقت ما وقع حالي بنام ساعتين بالنهار كيف بتقضي نهارك؟ بقضي نهاري يعني ما بعرف كيف خلص لانه بضل اشتغل بكميه اغراض موجوده بالبيت شايفتيها بدي اقول لك هو تحسه مثل مختبر صغير للبيت بالضبط بالضبط فينا نوصفه هيك بالضبط 100% انا حشور بطبعي يعني من انا وصغير يعني بحب مثلا بحب اعرف كيف نركب الشغله اكثر من استعمالها هو شو فكره انه نو سموكينج وانت بتدخن؟ ايه نو سموكينج الا انا واللي قاعد انا وياه يعني انتوا اذا والباقي كله ممنوع شفتوا عم يدخن ما كان حدا قال له شيء بيتك بيشبهك؟ بيشبه إيه؟ شخصيتك؟ ايه اللي هي كيف بتوصفها انت اذا بدك توصف زياد الرحباني؟ شي 100,000 ملف فاتين ببعضه بدك تقلي ليش ما عندك بيت ملك؟ ملك لله أهم كلمة بالعالم واللي بيتملك بيت البيت بيتملكه بصير أول شي يفكر بضل فيه ولا ببيعه بصير عنده شي يبيعه هتريحي راسك ما لازم يكون عندك شي بتبيعي الناس بالشارع بتسلم عليك على الطلبة النازلة بتروحي عند الملاكة بس يعرفوا انه بدك تستأجري بيكون حاطط الأجار كبير يعني ايه. من الحيط للحيط بتفوتي او اذا ما عرفك من النظر بيقول انا تمام أوكي. بس بيجي وقت بدك تقولي له اسمي ايه صح من الاسم بيقول لك خليني اجاوبك بكره بصير انه نشأ معه شيء انه ابنه يمكن يرجع من السفر وكذا ونسي واستحى يقول لي خبريه بيطلع ما بأجروك طب بس لا يعني ليش؟ شو الفكره؟ هلا يعني شو بدنا نحكي طوائف يعني؟ مين طائفة الأساسية ببيروت؟ البيرتي مش السنة البيرتي ايه. أي بيت أكثر شيء بيعني لك ما بدها وقت هذا بدها وقت لأنه بيرتبطوا بشو صار معك ما أنا مجوز ومطلق تقريبا 3 مرات فمرتبط بوين ثاقبت المرحلة لأنه ما في بيت تتعلق فيه إذا بتفكري فيه وحدك ايه صار أنت منعصب من حاطط صور ناس بعرفهم العائلة شو بتعني لك؟ مثل اي انسان بيتمنى عيلته تكون منيحه بس هالشيء يعني بتاسف انه ما كان من وقت ما وقع حالي وقع خناق وخبيط وتكسير انت تركت البيت بكير كثير بكير هيك بتتمنى لو عندك عائله و عائله ايه بس اولاد كان بيتفكر فيها بوقتها اذا المره بدها اولاد اكيد بس انه وحدك يكون بدك عم تتجوزي مره كرمال تجيبي ولد شيء رديء كثير والهجره بتفكر بعدك هالمرة ايه
يعني سامحونا بالإذن هون قبل. أنا عم نعمل مجهود بالمقابلة اللي عملتها قبل مع عماد قلت له كنت كان في نية لا كنت محضر كل شيء. ايه هاي الفكرة. لا وكان في دعوة إنه كنت بدي أروح مراسل الأخبار ببرلين، هذا اللي كان بيعيشني. صح. هيدي الشغل الرئيسي. ايه. وهيك رح نرجع نعمل إن شاء الله بآخر السنة. خلص. بس مدعيين على حفلة هونيك. هذا اللي فيه شوية أمل. إذا هاي الحفلة حصلت بصير يبرو واحد ويرجع بلده مثل كده اللبنانيين. يعني مثل ما بتقول اجر هون اجر برا، لأنه هذا العذاب اللي حطيناه هون هيتكرر بعد مرة على بيت هون بده يكون هالبيت مش هون. لو أوضة واحدة ببرلين بتكفي الواحد. شكرا للزميلة زينب ناجي على هذا التقرير الجميل. أستاذ زياد عم طفي السيجارة، أنت يعني بيسوى لك تدخين؟ إيه بيسوى للكل. ما بيسوى؟ بيسوى للكل. ما بيسوى؟ حاطين ممنوع التدخين وين ما كان. إيه. طيب ليه بعدك بتدخين؟ شو يعني بدك إياه نعمل؟ ما وقفنا كل شيء، مش مسموع شيء بقى. عملت قصة بالبنكرياس أنا. بتأكد انه ما بقى الواحد اذا كان يشرب من وقت لوقت ما بقى يقدر يشرب. بتكفي هذه يعني. يعني بتفش خلقك بالسيجارة هلا؟ ايه صار الفش هذا. طيب. بس اشتغل ما بدأ ولا سيجارة ما بشتغل. يعني بشتري كتير دخان بس ما بدخنه. يعني مثل ما صاروا عم يعملوا سيجارة كلها فلتر وفيها هذا. عارفين انه في ناس عايزة يسمجي. نعم. بعدين التدخين معظمه اذا الواحد انا لا بطيق ريحة الدخان. ولا شو بيبقى بالأوضة منها بس تكون ما عم تشتغل بتحس حالك عم تعمل شيء. السيجارة. طب انت مش كنت تدخن ووقفت؟ انا لا انا ما دخنت ابدا. هي القلبة. قبل ما ناخذ الاستاذ ابراهيم الامين صار معنا على الخط، بس على سيرة البيت اللي يعني صورنا تقرير فيه، شو قصة اللمبة المحروقة عند مدخل المنزل؟ ذكرني. تذكر لما تذكر انه ضحكنا على الباب بس تذكر لما كنت عندك وتركت عم بقول لك كنت حاولت تضوي اللمبه ما في كانت محروقه فشو قلت لي يومها؟ قلت له صاحب الملك انه هاي ثالث مره عم تنحرق بثلاث اربع ايام يعني ما بتعتقد صار وقت نبلش نفكر نغيرها نشوف ايش بشي ليش عم تحترق يعني؟ ليش بس حشريه انه ليه عم تحترق؟ بس فضول رح يحترق الزاروب كله المنور عفوا. نعم. استاذ ابراهيم اهلا وسهلا فيك. مساء الخير. مساء النور. حضرتك يعني عايشت زياد الرحباني في معظم فصوله النفسيه والابداعيه اذا جاز التعبير، كيف تراه عام 2018؟ هل تحرضه على انتفاضه ما ام تعتقد انه يسير في المنحى الصحيح؟ هلا بالاخير هو زياد هو يعني المشكلة انه هو كان تقديره انه هذا الشعب يعني باللي عم يعمله كان لازم ينقرض من زمان يعني ينقرض بس هالشيء ما صار يمكن هذا الشيء بزعل او ما بزعل بس اكيد انه بيأثر عليه لزياد اليوم زياد يمكن يكون عم بيسابق حاله يعني من جهة هو شايف كتير منيح انه اذا ضلوا الناس يتصرفوا هيك ما رح يمشي الحال وبنفس الوقت هو مش عم يقدر يمشي الحال لا لحاله ولا مع الناس على ذلك يمكن الواحد مننا نحن من جيلنا أو حتى من جيلين بعدنا مش لازم يضلون يفكروا بنظرية إنه زياد الأول يعني فيش زياد واحد أنا رأيي فيه زياد يعني أو زياد اثنين أو زياد ثلاثة المشكلة هي إنه في لبنان واحد ولبنان اثنين ولبنان ثلاثة وأولا ولبنان أولا هلا بالأخير زياد عنده حيلته عنده الموسيقى اللي هي برأيي أنا أهم اختراع يعني. للسينما هي الشيء الوحيد اللي بيخليك تتأمل بشيء أحسن تحلم بشيء أحسن تتخيل أشياء أنها ممكن تكون أحسن فأنا اللي بتمنى له إياه يعني واللي بحب يضلوا يسويه هو أنه يضلوا يشتغل الموسيقى يعني يضلوا يشتغل يعني الشغل الوحيد اللي بتفيده لزياد وبتفيد الناس من حوله هي أنه يضلوا يشتغل هلأ أنه إذا لك تنطر بلد مثل لبنان يعني جمهور او حتى سلطه او دوله او هيك انه ما بيقدروا شيء يعني بيهتموش بشيء يعني بيهتموش اصلا باكل اولادهم بصحتهم بتعليمهم ف
فالناس تستغرب انه ليش مش عم يهتموا بفلان وبفلان. فيك تقدر يعني الحزن الكبير اللي بيصيبك هو لما دولة مثل ألمانيا أو دولة مثل روسيا مستعدة تستقبل زياد وتقدم له كل شيء بهمه ليضلوا يشتغل موسيقى، بينما هون لبنان إنه ممكن يعني يصير معه أي شغلة زياد يكون مش قادر، زياد مش قادر هلا يضمن إنه الكهرباء بالاستديو عنده تضل 24/24. ف إن شاء الله يضلوا يشتغل. وبعتقد اهم شيء بالنسبه للناس اللي بيقدروا يفهموا شو بده زياد انه يتمنوا له يضلوا يشتغل. استاذ زياد خليك معنا استاذ ابراهيم على الخط، قد ايه بتشعر انه ابراهيم الامين يعني فهمك صح؟ مخلق منطقه. هالقد؟ انا وياه يعني. ايه. شو بتحب تقول له؟ يا اثنين شيعة يا اثنين ارثوذكس. ارثوذكس ارثوذكس. شو بتحب تقول له؟ بقول له انه وجوده يعني من الاشخاص اللي تحت خمس صبيعي بتعدهم اللي مخليني ابقى هون. هل ادى دوره مؤثر يعني؟ طبعا، لانه بحس انه متفائل، بيعطيني جرعه تفاؤل دائما وببلش اكتب. من هالنقطه بدي اسال الاستاذ ابراهيم انه شو الاضافه اللي قدمها زياد الرحباني لجريده الاخبار لما قرر يستأنف الكتابه فيها؟ لكن الاخبار يعني وقت الجوزيف الله يرحمه جوزيف سماحه اللي هو صديق قديم لزياد، لما فكر بتركيبه الاخبار وهيك ما كان بيتخيل انها ممكن تكون بلا زياد. لذلك كان لما يفكر باللي يعني باللي بده يسويه زياد انه اي شيء بيعمله زياد يعني بيكتب، بحط صوره، بحط نص لاغنيه عم بيساويها، بيعمل تعليق عابر، بناقش بقضيه، انه هذا الشيء بحد ذاته جزء من هويه الجريده. فزياد جزء من هويه الجريده يعني، او الجريده بتجرب انها تكون يعني بمكان ما متفاهمه هي وياه، لانه يعني انا وبعض الاشخاص بالجريده نحن ما بتنساش انه جايين من فكر واحد، يعني نحن اولاد الحزب الشيوعي بمعزل عن شو صايبه الحزب الشيوعي، يعني طبيعي ولا معورض بالطريق ولا شيء، فهمانين معادلة ال معادلة الطريق معادلة الخير والشر، فش بحاجة لواحد يشرح لك لتعرف وين تكون بالموقع الصح. بتتحمل مسؤولية الأشياء اللي بتسويها وتعرف إنه لها أثمان مش مهمة. ف زياد جزء من هوية الجريدة يعني. أنت كمان ليه اخترت الأخبار لتكتب فيها يعني؟ مش اخترت، ما كان بينكتب إلا هناك يعني. هذا المكان الوحيد اللي بيتحملك يمكن؟ لا مش بيتحملك، انه كلهم الحمد لله مفزعين بالاخبار. الاخ ابراهيم عليه كميه دعاوى يعني. مره عم بقول له انه يزار الواحد ما في يشوفك الا بالعدليه. من فتره صرنا ما عم نشوفه يعني. ان شاء الله سوا يعني بالعدليه. كمان انت استاذ زياد يعني خسرت دعوه، او بالاحرى ربح عليك دعوه سمير جعجع وغرمك مليون ليرة، ولكن بعدين تنازل عنا يعني. أنا جاي الليلة أساسا بنية أنه هالمرة أنا رح أربح الدعوة ضد الدكتور سمير جعجع. أنت رح تربح الدعوة؟ اللي بده يشيلها بعد البرنامج. يعني الآتي أعظم بالحلقة. لك ليش؟ لأنه أجل يعني وقت تم أنه الحكم لصالحه، وكان طالب هو 100 مليون على ضرر الإساءة وال معنوية اللي سببناها، وحكموا له ربح، حكموا له بمليون مش 100 مليون. فنحن جايين لنشوف من سيربح المليون. بس هو تنازل عن المليون يعني، كانه الهدف كانه الهدف من الدعوه كان انه يمرق عليك، يسجل نقطه عليك. اخذهم مع انه كان في يزرع فيهم كميه شتل وورود من هون لصبار جبيتش. ناقصه اساس المليون هو. ما بيعملوا شيء المليون. استاذ ابراهيم كلمه اخيره للاستاذ زياد. ماشي، بعتقد انه شو بده يقول الواحد كلمه اخيره؟ يعني بده يقول له الا ما تزبط معنا شيء نهار. حلو. هلا بيقول لي اياها بعد الحلقه. بعد الحلقه، انتم على كل حال سهريه مستمره يعني. نعم. يلا. شكرا استاذ ابراهيم على هذه المداخله. الله معكم. نعم.
رح ارجع لقصة القوات والحزب الشيوعي وحزب الله والمجتمع المدني والوضع في المنطقة يعني بعد في ملفات دسمة، بس حتى اختم الشيء اللي له علاقة بحياتك. ورد بالتقرير انه انت تزوجت وتطلقت 3 مرات، هل تفكر في الزواج مرة اخرى؟ دائما دائما، بس هلأ في شيء خاص؟ في شيء يعني، بس انا يعني الرقم 4 ما بحبه، بس انه لا بفضل يا 3 يا 5. بتفضل المفرد؟ ايه 3 كان احسن شيء، بس مش بحالتي هالمره. ما كان احسن شيء اطلاقا الثالث. بس هلا في مشروع زواج جدي؟ ايه، وبفتكر قريب كثير. اوف، يعني لو عملت الحلقه الجمعه الجاي يمكن كنا بنكون بفرح، بحاله فرح. كنت عزمتني على العرس يعني؟ اكيد. اوف، هالقد القصه قريبه؟ ان شاء الله. مبروك، هي اول شيء. لا، هي زميله قديمه وبتشتغل بمجال نفسه، يعني بتشتغل شوي دارسه قصه اخراج مسرح ودارسه وبتعتش من السياسه يعني، مراسله ومصممه ومخرجه برامج سياسيه. طب هل تشعر بانه زوجتك المقبله بالميادين تشتغل؟ بتشتغل بالميادين؟ نعم. طب بعد ما سالنا اسمها؟ مش ضروري. مش ضروري، ما على كل حال نحن بنحترم هالخصوصيه. لا، هي انا بحب اقول اسمها يعني هالشيء لانه بحب اسمها كمان، اسمها مش كتير لبناني يعني. شو اسمها الاول؟ نيكوليتا. نعم، نيكولاي، نيكوليتا. على التليفون اسمها هيك. على التليفون اسمها هيك، على الهويه شيء ثاني. بس قد ايه بتحس انه شريكه حياتك المقبله عم تخوض مغامره معك؟ يعني انت صعب، انت عبقري بالنسبه للكثيرين، انت رجل مبدع بالنسبه للكثيرين، ولكن في شيء بشخصيتك يعني صعب. برايك زوجتك رح تقدر تتعايش معك؟ فيك تقول لي ليه صعب؟ لانه عندك هالمزاجيه يمكن؟ ما عندي مزاجيه ابدا، بعدني عم بقول لك بعدني نفس الشيء. عندك مزاجيه اذا واحد ماشي انت وفز قدام العربيه على اساس يقتل حاله اصلا مثلا، شو بتقول له انت؟ تفضل؟ لا، بدك تنزل عليه، شو بتقول له؟ بتصير مزاجك بيقلب 100%. اذا عدد دقائق في شوفات هيك وانت الله خيلك ما بتطيق الزاحله، بتعرف شو الزاحله؟ اي ولا ضايع زاحله يعني. حدا بيطيق ضايع زاحله؟ انا بشوفه شيء زاحل، هذا زاحل عن القانون، زاحل عن الاعراف، زاحل عن الاخلاق. بيستفزك. ايه، وكان يؤدي الى انك تشرب لتتحمله. وهذا البقاني بالحرب. يعني انا كنت امام قرارين، اول الحرب انك تترك البلد لاصحابه وتروح تتخصص بالشغل اللي كنت عم تدرس موسيقى، انت تروح تتخصص فيه. شو خلاني اقرر انه هالموقف الوطني انه انا هون بفيد اكثر؟ ما بعرف اذا يعني ندمان على البقاء في لبنان. انت برايك فدت بشيء؟ اكيد فدت، بس انت ندمان على البقاء في لبنان؟ اكيد. لو رجع التاريخ لورا كنت بتغادر يعني من زمان؟ لانه بقينا هون روحوا لك 30 سنة من حياتك. وانت كمان. كلنا راح من عمرنا يعني. ايه، من هيك بتنام ساعتين كانه عم تضيع وقت انت ونهاية. طب خليني غير السؤال اللي طرحته قبل شوي، يعني هل انت مستعد لتقديم تنازلات من اجل انجاح المؤسسه الزوجيه او الشراكه الزوجيه؟ اكيد مجبور اعمل هيك. ومستعد واكثر ما فكره بكثير، يعني ماني عنيد ابدا مثل ما فكروني. خاصه مع المره، ماني عنيد بالمره. لانه اذا بدك هالجزء الثاني منك اللي هو الله خلقهم اثنين. إذا هالجزء الثاني منك بدك تتوقع إنه يريحك يعطيك هو الرياحة، بدك تشوف شو شروطه وهو شو بده منك. ما فيك تطلع بدك منه إنه بالآخرة إنه تصير هي كمان قوم يا حاج. البوس بالبنطلون هذا إجري اليمين مش إجري الشمال مثلا. بالبيجامة. بدك حدا يعني تكون أنت وياه، يعني المرأة اللي بتتحمل الصمت، اللي بتتحمل الصمت الإنسان عامة اللي بتتحمل تقعد أنت وياه إذا صامت، هذا بيقدر يصير صديق. بس في ناس بتحسهم مسؤولين عن الصمت، يعني إذا سكت شوي بيقدر يصير شو بهيك؟ لا يا الله، شو القصة؟ معقول؟ هذا كيف بده يساعدك؟ يعني أنت بدك شيء وتنساه هون، عرفتي؟ جاي يندهش عليك.
الى اي حد المره اللي بتقدر تتحمل انه انت صامت 10 دقائق عم تسمع شيء بدون ما تحس انه حدا لازم يحكي بتكون يعني ماشي التفاهم على كل حال بنتمنى لك النجاح بالتجربه العاطفيه الجديده استاذ زياد بتمنى لي عن جد يعني بدك تلاقي وقت عماد لانه انت وقتك كبس بكبس صح ما تبلش لا ما رح انا عم حاول يعني اتوازن وسيطر على اعصابي الى اي حد فينا نقول انه شعورك بالوحده كان هو الدافع او الحافز للقرار بالارتباط مجددا اكيد ما حدا بيحب يعيش وحده خصوصا بهذا العمر يمكن بصير الوحده موجعه اكثر قبل انا ما بحب اعيش وحده كل عمرك هيك ايه اخي بقول لك كل الشغل بيطلع مع العالم يعني في قصص وردت بمسرحيات افشي اذا بدك تقول او موقف صاير معنا انا الانسان او كان في قبله كمان بعض الاصدقاء ممثلين جزء منهم توفى جزء منهم هلا كبر كثير انه هالاعداد بتطلع اوقات شغله شبه خالصه مش تاليف جماعي مش عصر فكري هذا عصر فكري سامع فيها ما هيك العصف الفكري ولا عصف هذيك اليوم كنت انت والاستاذ ابراهيم بجلسه عصف فكري وكنت انا شاهد عليها عصف ولا عزف بجلسة أخذوا عطا بيقولوا له العصف فكري عند العصف قبل غياب الشمس نعم بس فينا نقول لك آخر العصف يعني الوحدة كانت ثقيلة الوطأة عليك يعني مؤخرا إلى حد ما صارت لأنه بالعمر هذا بتصير تقول قديش بعد وارد تلاقي مرة تتحملك ما هيدا أنا اللي سألتك إياه قبل شوي بسبب العمر ما قلت لي على العمر اوكي ربطا بالعمر ايه صعبه ايه وهي هاي المره انا اللي حاسس هي كمان مره صعبه او هي كمان صعبه مشان هيك في شيء مشترك صعوبه المشترك هو الصعوبه ايه ايه يعني كان مرقت بمشاكل ببيتها يعني ما كانت طفولتها كثير سعيده يعني اها كيف ممكن الواحد ينجح زواجه برايك؟ الله العليم شغلة فكرك مؤسسة هينة هي مؤسسة مبنية على الملكية في حدا في شعور ملكي مظبوط صح والإنسان ما بحب ينملك هون هيدي جوهر هذه الإشكال هون لا في ناس كثير كاتبين عنها واعتقدوا إنه الزواج هو بس لتكميل النسل البشري عرفت شو بيحددوه بهالشيء بس مش مهم تكمل النسل البشري اذا عم نجيب انسان على عائله مش مزبوطه هيدا بيقودني للسؤال التالي يعني انت غادرت المنزل العائلي استاذ زياد بعمر ال 13 او ال 14 14 15 نهائي لماذا بدات يعني مغامرتك باكرا؟ هي بتعرف الناس كلها كانت الصحف تكتب يعني بي وامي كانوا كثير يحبوا بعضهم بس مش عارفين كيف يعني مش عارفين كيف بفتكر انا خرب لهم حياتهم الناس اللي حوطوهم وكانوا من طبقه غير طبقتهم يعني بي وامي من عيله كثير متواضعه خاصه عائله امي انه كانوا ناس تانيين الشهره على الشهره بيجي مين عاده التجار والناس اللي بحبوا الاضاءه صح بكونوا تحت الضوء بيتجمعوا حول الفنان صح هون جربوا ينقلوهم لطبقه ثانيه فجاه فصار في ضياع بالهوية انه انا لوين منتمي يعني جربوا يعودون على عوايد عادة للأريستقراطية وبي ما بيشبه الأريستقراطية بشيء يعني بيشيل اوقات بايده بغدا رسمة بيشيل محشي بايده ما بينتبه انه قاعد سفير وكذا وامي بتصير ترقص يعني كان في خلافات مثل اي بيت بس عندهم تطورت بشكل لانه اثنيناتهم تحت الضوء واذا حدا عرف انه في خلاف صغير بتصير يغذيه بتصير بالجرايد وانت برغم سنك الصغير انا ذاك يعني لعبت دور الوسيط او المصلح بين والديك ما كانت هالمهمه اكبر من سنك وطاقتك؟ اكيد بس اذا طالبينك انت يعني انه فيليب حبيب معتبريني او كورت فالهايم زلكو كورت فالهايم ورا وعمري يعني شي 15 سنه راجع من المدرسه 9 الا ربع عشيه شو بدك بالمشوار كيف كنا نطلع ونزل على المدرسة قصة طويلة بس محطوط المدرسة بعيدة عنا سواقة ساعتين عبكرة بالباص يعني ورجع ساعتين
توصل على البيت تعبان؟ ايه خالص يعني. وبعد معك فرض. شو معك؟ فرض على الدفوار يعني. ايه فيبقوا ناطريني على باب الضابطه العدليه تبع قصر العدل يعني باوضه معينه، انه كاتب انا اخر شيء كيف انتهى المحضر اخر قبل بليله، انه اخر شيء تكلمت والدتي وقالت كذا كذا كذا، وجواب حضرتك جاوبتها هيك، هذا اخر شيء، شو بتحبوا تقولوا؟ تفضل. بس كيف يصدقوني؟ ما هي؟ ايه كانوا يصدقوك يعني؟ قد ما كانت مستعصية الامور، انه انا يمكن عرضت بالاساس، لانه بدك مثل اي ولد تجمعهم ببعضهم بهالعمر، بيكون همك يكونوا مجموعين. صح. ليلتقى مين يربيك يعني، ولا بتطلع بالهم مربعه. وانت يمكن عملت المنزل الكرديه هي اللي ربتك اكثر شيء؟ هذا بس كنت طفل يعني. اه. هي كان في بنت كرديه هي تدق على الدرباكي وانا ارقص. من انت وطفل؟ ايه بي خبرني. انا قريت باحدى المقابلات معك، اثرت معي يمكن كثير على حب الموسيقى الكرديه. انا قريت باحدى المقابلات معك انه مره فكرت يعني تستحوذ على مسدس وتطلق النار على والديك، يعني يمكن مرقت الفكره براسك هيك؟ لا 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 ما صارت. على والديك؟ هيك قريت شيء بمقابله. لا لا مش هيك. مش هيك. كان في مجموعه سياسيين سهرانين عند اهلي. ايه فكرت انه يرتشوا كلهم يعني. ايش؟ وكان سهل هالشيء يصير يعني. فرقت لحظات لانه انتبهت انه في معهم امي وبيي. كان في مجموعه سياسيين عندكم بالبيت؟ ايه بوقت حصار طلال الزعتر. بوقت حصار طلال الزعتر، فكرت ترشهم؟ ايه لانه هن لهم دخل بقياده المعارك اللي كانت بدار اسمه دير مرلوكز، المدفعيه كلها الفلسطينيه والسوريه. عم تضرب طلال الزعتر. وكانوا المسؤولين القرار السياسي سهرانين عند بيت اهلي مسابقه. على كل حال يعني سبحان الله ربطا بهذيك المرحله وكان في دور لحزب الكتائب بتلك الاحداث. معنا هلا على الخط النائب الجديد المنتخب عن حزب الكتائب الياس حنكش. اهلا استاذ الياس. اهلا اهلا وسهلا فيك استاذ عماد، واهلا بالفنان الكبير والقدير والعبقري استاذ زياد. شكرا لك. بنختلف معه كثير يمكن بكثير امور، ولكن هذا الشيء ما بيلغي تقديرنا لفن وعبقريته وهذا البيت على كل حال فضله كثير كبير على صوره لبنان الحلوه. الله يعني سمريك. استوعبته قبل ما يبلش كلامه. بس انا بدي اسمعه بدي اسمعه لانه لحقه فلت علي ما بدي اقدر اهدي. انا بدي اسالك انه معروف استاذ زياد بانه يعارض تاريخيا افكار حزب الكتائب وسياساته، هل حان الوقت لتعترفوا ولو في الغرف المغلقه بانه على حق؟ ليك ما في صح وغلط، بعتقد في طرفين معهم حق، وفي امور كثير بتربحها برايك وفي امور بتتعلم منها. بقى مرحله تاريخيه، والتاريخ حزب الكتائب بالنسبه لنا مشرف، ويمكن اذا بنرجع بنرجع عقارب الساعه لورا في كثير امور بترجع بتنعاد، وفي كثير امور بنعترف انه كانت اغلاط طبعا. ويلي ما بيغلط بكون قاعد بالبيت ما عم يعمل شيء. بالزبط. ولكن يمكن كلنا بنتفق على لبنان او صوره لبنان الحلوه يلي بدنا اياها، بغض النظر يمكن الاختلاف بكون بالطرق وبالوسائل اللي تعتمد. طب خلينا نسمع. بفتكر اللي قاله مزبوط، بس الكلمه اللي قالها الوحيد اللي ما بيغلط هو اللي ما بيعمل شيء. صح يلي بس هذه بحب اقول لك انه هذه لنين قالها بس. من هيدي شو ما سمعت سوري انا هيدي الجمله اللي كثير معروفه بالعالم واللي انا بوافقك عليها، هي جمله قالها لنين لنين قالها. ما لا يعمل لا يخطئ. ما في مشكل. ما عنده مشكل. بس كيف بتشوف حزب الكتائب اليوم؟ انا بشوف انه عملوا نقد ذاتي اسرع من النقد الذاتي اللي عم يعمله الحزب الشيوعي، مش عم بيعرف يخلص منه. بيعمل نقد ذاتي بيرجع بفوت ببلش نفس الاغلاط، لانه هو صاحب كلمه النقد الذاتي معروفه الماركسيه، اكثر شيء استعملت كلمه النقد الذاتي. بس جماعتنا بيعملوا نقد ذاتي وعن جديد. والكتائب مثل كيف بيقولوا عم عزمهم الواحد على لفه سهرانين، انه هالمره على حسابي لفوا بيعمل نقد ذاتي وبيرجع بيضيفهم شوط كله وبيبلش عن جديد.
طيب والكتائب شو وضعهم هلا؟ كتائب عملوا مراحل بعيدة عن بعض النقل الذاتي، مش كل يومين يعني نحن مزبل معنا النقل الذاتي. أستاذ الياس بتحب تقول له شيء بختام الاتصال؟ لا أنا بنقول له أنا بحب أقول له شيء، أنا بحب أقول له شيء. تفضل. أنا كنت بتمنى بالانتخابات تكون النتائج أحسن لصالحكم صراحة. أوف. طبعا. هيدي شهادة كبيرة، هيدي لازم نسجلها. لا كنت متوقع هيك وما حبيت النتيجة أبدا. بس أنت ما أنت معروف بخصومتك مع حزب الكتائب. لا يا أخي، حزب الكتائب نحن عاملين حلقات بأول الحرب موجهينا لناس نعرفهم بالكتائب، كنا عايشين نحن كنا عايشين بمجتمع كتائب بين انطلياس وبكفية يعني، ولكن عندي علاقات كثير مع كل كتائب المنطقة بوقتها، وحتى كنت بدي ألتحق بالكتائب. كنت بدك تلتحق بالكتائب؟ بأول الحرب طبعا، وعاملين لهم هيك بنحبك نحن استاذ زياد. بس بعد انا اقول ليش بنحبك، وعاملين بيت عتابة للكتائب أساسا. بس بعدين انتقلت إلى بيروت الغربية وصرت عدو للكتائب. لأنه حصل معي أشياء بمنطقة بلونة. ايه. ما كان ما في تنسيق كتير أول الحرب، ما كانت كل الناس جاهزة تنسق يعني. إنه صار معي حوادث ببلونة، يمكن مركز أنطلياس الكتائب كان مركزي ما عرف فيها بوقت. هيدا تفصيل، بس انت كنت بتختلف معهم بافكارهم الاساسيه يعني، مش قصه يعني حادثه هون او هون. خي ما لحقنا باي عمر بدك تفهمهم كمان القصه يعني، كان عمري انا 16 سنه، انه شو بيفهم بالسياسه الواحد 16 سنه كمان. يعني وبعدين لما نضجت مش ما ضليت مختلف يعني معهم؟ يعني شعار مهم في كتاب مهم اسمه اصل العائله والدوله والملكية الخاصة. الخاصة. أصل العائلة والدولة والملكية الخاصة. لفريدريتش أنجلز. شعار لاحظ قديش قريب من شعار الكتائب. من الله وطن والعائلة. نعم. يعني لحسن حظك كان رؤوف فيك كثير اليوم أستاذ زياد. هيدي ليلة تاريخية، أنا عم بسمع هيك الكبير أستاذ زياد. الله يخليك. بتمنى نلتقى قريبا. نعم. وان شاء الله هالتعاون، ان شاء الله انه حضرتك من هالجيل الجديد اللي بده يكون له مساهمه بتقارب الناس. نعم، شكرا لك استاذ الياس حنكش على هذه المداخله. طيب هيدي حكينا عن الحزب الشيوعي، مش عاجبك انه بيضلوا يعملوا نقد ذاتي وبس ما بيغيروا عمليا. حكينا عن الكتائب، نرجع للقوات اللبنانيه. ما بتعترف انه القوات كمان نجحت في الانتقال من مرحلة الميليشيا العسكرية إلى مرحلة الحزب السياسي المنظف المنظم والقوي؟ منظف أحسن. في منظف أحلى. وفي بقعة مستعصية ما في شيء بنظفها. أوكي مخرج رح أخذ فاصل، بس خلينا نخلص عن سؤال عن القوات. عن جد ليه نظرتك للقوات بعد عدائية هلأ؟ أنا القوات خاصة القوات اللي مش عايشين على الساحل ونزعتهم المدينة ونزعتهم الخوات، وكانوا العالم يخافوا منهم يا اخي القوات، يعني بالحرب اخر ايام الحرب كانوا يخافوا العالم من القوات مش من الكتائب. مزبوط؟ صح. يعني شرطه عسكريه، حواجز، احصاءات عيار، خدمه مدنيه، هاي قبل الحرب؟ لا ما كانوا القوات قبل الحرب اساسا. لا قصدي عفوا خلال الحرب، قصدي خلال الحرب، ولكن الان بعد الحرب ثاني جزء من الحرب، ثاني جزء من الحرب من عند فؤاد ابو نادر وبالجيش. صح. طب هلا تغيروا الجماعه؟ تغيروا لانه بقى في دوله هلا. ايه. وصاروا اكثر ناس بيشجعوا الجيش والدوله. اوكي هالشيء وعلاقتهم بالجيش كيف فكرك؟ يعني انه الجيش كثير مبسوط بماضي الكتائب بعلاقته فيهم؟ لا ولا يمكن. بتحداك تسال عسكري يقول لك انه هو قدر فهم شو عملوا اخر كم سنه. القوات؟ طبعا بمعاركهم الداخليه مع الجيش. عندك استعداد للقاء مصارحه مع سمير جعجع؟ نحن طلبت منا اذاعه لبنان الحر مقابله، قالوا لي اكيد ما بتعملها، قلت لهم مين قال لكم؟ انا ناطر النهار اللي نعملها، بس نحكي مثل ما بنحكي بنقدر نسرب على البيت. ما عادوا حكيوني. ما عادوا حكيوك. هيدي بال 1914 2014 بال 2014 يعني انت ممكن تقول كلام كتير خطير عن القوات لدرجه انك بتخاف انه ما ترجع؟ لا انه يا اخي مش انه هيك، مش عم بقول لك ناطريني على المفرق، لا عم بطلع وبيجي عادي يعني. بس انه بيعرفوا انه ما بنلتقي يعني، لانه
يعني صار كمية اشياء بالحرب، انه كان الناس عم نحكي على الإذاعة برنامج انا وجان شمعون الله يرحمه، كانوا الناس يسمعوه بالسر هنيك، خبرونا انه يسمعوه على الوطن، والقوات عم يسمعوه على العالم. اذا شوفون ما عم يسمعوه ما عدوا يسمعوه الناس. نعم استاذ زياد، سنتوقف مع فاصل اخير. ضروري ضروري اللي من اجل التقاط الانفاس. نشفت لك رئك، بتشرب مي وشاي. ونعود بعد ذلك إلى استئناف الجزء الأخير من الحوار بالقسم المتبقي، بدنا نحكي عن نظرة الأستاذ زياد إلى المقاومة، إلى الصراع في المنطقة، ورأيه ببعض السياسيين اللبنانيين. فاصل ونعود. مساء على قناة المنار. عودة مشاهدينا الكرام إلى متابعة الجزء الأخير من هذا الحوار الغني مع زياد الرحباني. أستاذ زياد، كيف تصف علاقتك مع حزب الله؟ كيف ترى هذا الحزب عام 2018؟ يعني نحن كل اللي كتبناه بالجريدة كان الأساس تبعه أنه الإعجاب بالمقاومة، ولم يزل. بس الجزء اللي مطلوب فيه حوار المقاومة مع اليساريين، ما بدنا نقول حزب الشيوعي، لأنه أنا صار لي فترة بقترح أنه يغيروا هالاسم، يصير شو اسمه؟ كولكتيف. كولكتيف؟ إيه يعني جماعي. وهذه الكلمة كمان بالعالم كله تنلفظ بنفس الطريقة، يعني شغل جماعي، فبيقدر يكون مش بس يساري فيه، عرفت كيف؟ بس مش انه مثل التيار الوطني الحر انه فيك تكون بحزب تاني وتكون بالتيار. لا، بمعنى انه كانه حركه من الحزب الشيوعي اللبناني. طيب. اسمها بس مش اسم الحزب الشيوعي اللبناني، لانه بعده متهوم بالالحاد، وهذا شيء مش صحيح. طيب كنت سالتك عن حزب الله. لا عم اقول لك شغله مهمه، متهوم بالالحاد. هيدي بعدهم على ايام يعني 1900، قبل الثوره الروسيه حتى. فأنا بستغرب كيف هالحزبين اثنيناتهم مقاومين وعدو واحد، وكانوا كل حياتهم اثنيناتهم بفرد خندق ضد إسرائيل، ليش ما تكون العلاقة أفضل؟ هذا مش عم بفهمه من جهة حزب الله. هلا تذاكر حزب الشيوعي اللبناني بأنه هو من سوريا موقفه ما معروف شو، بس أنا برأيي حزب الله لازم يكبر عقله أكثر ويستوعب الحزب الشيوعي، يستوعب الحركات المقالة معنا. طب يعني ما هي الرمزية التي يمثلها لك السيد حسن نصر الله في هذا الزمن؟ الصامد الأكبر. الصامد الأكبر بعد الرئيس الأسد. بعد الرئيس الأسد. الرئيس الأسد هل فاجأك بصموده؟ طبعا، لأنه أول ما طلع كانت إذا بتذكر توقعات أنه الحرس القديم رح يزيحوا ما راح يضاين، إذا بتذكر هاي كانت الحديث. فصار عليه شيء أكثر من الحرس القديم، أكبر بكثير يعني. حرب كونية. بالضبط، وبعده هنيك يعني فاجأني بهالشيء. هل أنت هو صار شخص بتلاحظه أشد بكثير من قبل. يعني هل أنت معجب؟ يعني كان يضحك وقتها كثير، هلا بتشوفه مش شخص بيضحك بسهولة. يعني هل أنت معجب بطريقة إدارة الرئيس بشار الأسد للأزمة التي مرت ولا تزال تمر فيها بلاده؟ طبعا بالتنسيق مع روسي، مع الروس والايرانيين. لا الروس قبل، هو تنسيقه اكثر مع الروس. والايرانيه علاقه تاريخيه. نعم. لو تسنى لك، يعني قصد التكتيك العسكري، التكتيك السياسي بالعالم. يعني الدوله الروسيه اكبر من ايران حاليا. نعم. لو تسنى لك استاذ زياد ان تلتقي مع السيد حسن نصر الله، ماذا تقول له؟ يعني شو هو الحوار اللي ممكن يدور بينك وبينه؟ انت يعني شو عارفك انه ما التقينا اساسا؟ هيدا خبر جديد. ما بقدر اقول لك اذا التقينا او لا. اذا التقيتوا يعني وصار، فيك تخبرنا هلا. فيني ما اجاوبك على هالشيء؟ ايه بحترم اكيد قرارك. بس انا بتصور اذا السيد نصر الله اجتمع ببوتين. هيدي دائما بتتخيلها. ايه لا بصير فكر فيها واتصورها. شو يا ترى معقول يحكوا؟ خاصة بتهيألي مش حيكون نص ساعة طوله.
بصور فوق الساعة وفوق الساعتين. يعني أنت تتمنى حصول الاجتماع بين السيد نصر الله وفلاديمير بوتين؟ هذا أهم شيء بيصير بالعالم اليوم. إيه؟ ويكون علني. يعني مش علني، يكون الخبر. الخبر معلن. إيه؟ طيب إلى أين تتجه السعودية برأيك أستاذ زياد؟ وهل نجح ولي العهد، وهل خليني أكمل سؤال، وهل نجح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تحويل المملكة إلى رقم إقليمي صعب في مواجهة المشروع الإيراني؟ رقم إقليمي صعب يرجع يوقف على إجريه. بتعد لي الجواب؟ رقم إقليمي صعب يرجع يوقف على إجريه. إيش؟ أنت عم تلاحظ شو عم يصير داخل السعودية غير الحرب اليمنية والأشياء العابرة على الرياض. بس أنه هلأ مؤخرا يعني سمحوا للمرأة أنه تقود السيارة، هذا شيء منيح. هي واقفة على هاي أنا. عشو واقفة؟ في أشياء أسوأ بكتير يا سامي. بس مالنا ومالهم، هني شايفين هيك صلحون. الله يهديهم، بس يهديهم. يعني هل تعتقد بأن السعودية تورطت في رمال؟ السعودية ما رح تفلت إلا من قلبه نفسه، مش من هجوم اليمنية. لا. تتوقع انهيار قريب؟ جدا. إيش؟ توقع. إيه توقع توقع ايه. توقع. يعني إذا بيعملوا كل الناس مثل ما عاملين فيه، يعني مش رح يبقى لهم صاحب إلا اللي بيشتروه. يعني أنت تتوقع انهيار قريب؟ أنا بعت إذا ترامب وقعهم بقصة الإصلاحات كمان. ترامب بلش يوقع البنتاغون بأغلاط. يعني في كأنه حدا بالبنتاغون اللي هو القرار الرئيسي فيه مع البيت الأبيض، أنه رسيت الانتخابات على ترامب رغم أنه هي المرشحة كانت جايبة أكثر منه. صح. بس هيدا طبيعة قانون الانتخاب مشربك كثير هناك. بعد كان بدهم هيك نموذج كلهم بيقولوا عنه ألفاظ بذيئة يعني. ومؤخرا يعني اذا بتشوف كم شخص صار تاركه من فريقه وبعده بالثاني سنه، ما هيك؟ يعني حاسس انه جابوا له يبرروا اي شيء انفجار بده يصير بالداخل او غلط كبير استراتيجي بالخارج. نعم. بس بالعوده الى السعوديه، يعني هل تعتقد بانه يعني المملكه العربيه السعوديه تورطت في رمال اليمن المتحركه ام ان مكاسبها اكبر من خسائرها؟ لا، خسائرها أكبر. شو عم تكسب باليمن؟ الزعامة، المصالح. ليش قدرت سيطرت على شي موقع؟ عم يلاقوا لها فتوى بس هالعناد وهالعنفوان وشوفان الحال على الشعوب المعطرة مثل الشعب اليمني اللي هو شعب بطل ومحارب، ما هو قاعد يتمرن قبل بأربعين سنة على الحرب. اللي بيحارب بطبيعة مثل الطبيعة اليمنية لا طيران بينفع معه. ولا مزبوط. هل فوجئت بقدره يعني انصار الله على استهداف الرياض؟ استهداف الرياض بالصواريخ؟ لا ابدا، كنت ناطر اي شيء. شو ناطرين يعني؟ ما بتحب الحكام السعوديين، ما قلنا شيء على الشعب السعودي اكيد. أه. وهو اول ما بلش يخردق يعني لا قادرين يوقفوا الانترنت ولا قادرين يمنعوه، علقانين بشغله هيك. ما في شيء بتاخذوا قرار تصليح وإنجاز وتقدم مثل قرار القيادة فورا هيك. هذا بيتبعوا تحضير، عرفتي؟ فجأة روان ترفيه، دايرة ترفيه ترفيه. ايه الترفيه في جزء كبير مش راكب براسه، موجود بالسعودية ومش حابب انه هالحجز اللي صار للملوك والأمراء طلع انه هالأغلاط اللي هن عم يعملوها تجاه الدولة انحصرت فيه، هيك بيقولوا. يعني الاشياء اللي كانوا مالكينها وحاطين ايدهم عليها صارت عنده. صح. هذا اصلاح. نعم. هيك بيكون الاصلاح. يعني تجربه ولي العهد محمد بن سلمان، هذا الشاب المندفع، كيف تصفه؟ طائشه. تجربه طائشه. وحربه باليمن طائشه. مش هو الرئيس القوات باليمن؟ بلى هو يعني. استاذ زياد، هل انت من المقتنعين بان اسرائيل الى زوال؟ هن الإسرائيليين مش مصدقين إنه باقيين. حلو. من هيك عندهم وزارة حرب. ما في دول على العالم عندها وزارة حرب، يعني عندها حرب دائما. طب زوال إسرائيل يعني حتمية تاريخية أم حلم قد يتحقق وقد لا يتحقق؟ اثنين.
اثنين. ما هو اللي بيعرف انه هالشغله حتميه بصير يتامل وبصير بيطول نفسه. يعني السيد نصر الله وعم بيحكي مش قايل باليومين اذا ملاحظ. بيقول طولوا بالكم دائما. بس انا شايف هيك. يعني واللي شايفه هو اكثر منا بكثير لانه هو داخل. هذا اللي بدي اسالك اياه، يعني هل تظن بان حزب الله سيكون من المساهمين الاساسيين في ازاله اسرائيل من الوجود يوما ما؟ مش وحده، الشعب الفلسطيني كمان. يعني التقاؤهم اثنيناتهم. طب غير اذا ايران دخلت بكامل قواها بالحرب، غير اذا يعني اسرائيل زعيانه من ايران. منا مثل ما بتقول بتضربها ساعه البدي، ما عادت اذا ملاحظ خفت النبره. هل تخشى من صفقة القرن أستاذ زياد؟ عم يحكي كثير عن صفقة القرن التي يعد لها الأمريكيون والإسرائيليون لتصفية القضية الفلسطينية. ما بتصير طالما في مقاومين هيك هون وبالداخل، ما بتصير. وطالما في بوتين اللي كان أول الحرب ما دخله، بس تورطوا الأمريكان بسوريا حس حاله معنى، لأنه عنده نموذج بأوكرانيا إنه هالجماعة بيتدخلوا وقت ما بدهم ومين ما بدهم، كأنه لوحدهم على الكرة الأرضية. وقال كلمة مهمة كتير، سألته صحفي بحديث كان معمول، حديث طوله ساعة على الجريدة الرسمية. قالته طيب أنت ليه بعدك بحسوك العالم تكره الأمريكان؟ قال له الشعور متبادل. قالوا له طيب ما عم تلتقوا وتنسقوا حتى بسوريا وكذا؟ قال له هذا التنسيق لحتى لما تنفجر الحرب بكرة. بس إنما قلت له طيب وليه شو مشكلتهم الامريكان برايك؟ قال له مشكلتهم انه مفكرين حالهم الله. ما في حدا يقدر يفكر حاله الله. حلو. طب من المعروف استاذ زياد مش حلو، شيء عظيم هذا. نعم، من المعروف بان دعم المقاومه في هذه الايام بات مكلفا، وصاحب هذا الخيار ربما يتعرض لعقوبات او يصنف كارهابي. الا تخشى من هذه الاحتمالات؟ يعني الا يوجد لها مكان في حسابك؟ بلى، لانه هي عم تطول الناس اللي لهم علاقه بالمقاومه كمان، الاجراءات الاقتصاديه. صح، بس مدبرين حالهم. لا انت 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 ما بتحسبها هيدي؟ يعني ما بتقول هالموقف ممكن يكون له كلفه او تبعات عليك؟ اخر همومه. مثل علاقتك بالمصاري، بس تصير علاقتك بالمصاري بتصير مثل المواطن العامل اللي بيقول عنه لينين انه هول بيعملوا ثوره باسرع ناس لانه ما عندهم شيء يخسروه. وانت ما عندك شيء تخسره. لينين مش شاعر خيي، كان قائد تاريخي. انت ما عندك شيء تخسره ابدا. بعد بتخسر انه الناس اللي بتحبهم، بس اذا في شيء اهم بحياتك راح وعم تكبر وشايفه انه ما عم يتحقق. ليك اذا معك ما كثير مصاري فيك تحارب بسهوله مثل اللي ما معه شيء؟ لا بالضبط. حلوه المعادله. طب خليني ارجع هيك بختام الحلقه الى يعني دورك وتاثيرك. لماذا تبدو بشكل عام مستقيلا من الشان العام؟ يعني لماذا لا توظف تاثيرك وابداعك لتحريض اللبنانيين على تغيير واقعهم؟ شو بدك نعمل؟ يعني مثلا عملنا مسرح، عملنا حلقات اذاعيه، كتبنا بالاخبار، انه شو بدك اعمل نايب؟ يعني في حدا سائلك على الفيسبوك انه ليه مثلا زياد الرحباني ما بياخذ موقع مؤثر ومن خلاله بغير؟ طب شايفهم شو النواب شو بيعملوا؟ نعم، شايف النواب شو بيعملوا؟ انت كون غيرهم، يعني كون مختلف عنهم. هذا كان رفيقنا نجاح وكيم غيرهم، صارت الناس تركب مقلته انه بيدخن وبيتمشى وخوتين كل الوقت وحده. ما بتقدر تعمل شيء وحدك. طب ليه هلا بدك تعمل كتله بالمجلس النيابي قويه على القليله يكون فيها حزب الله وحزب الشباب وحزب التقدم الاشتراكي مثل ما كان تاريخه؟ هول كلهم كانوا ضد اسرائيل. صح. طب وين هي هالكتله؟ طب هلا حزب الله اعلن الحرب على الفساد، قد ايه بتقديرك ممكن هذا الموقف يعطي قوه دفع للاصلاح في لبنان؟ ان شاء الله يكون هالشيء يعني واقع. صار معلنا كذا مره، هيدي من اخر مره اعلنها بشكل حاسم وجدي. ان شاء الله بدنا ننطر شوي، لانه هذا الجزء صفى من اكثر نقاط ضعف حزب الله بين العالم. صايرين عم بفوتوا من هون من هالزاويه. نعم. طب الا تعتقد بان هناك حاجه لعمل مسرحي حديث يحاكي وجع اللبنانيين والامهم وازماتهم؟ في عمل مسرحي بس منه قريب. في عمل مسرحي ان شاء الله بالسنه الجاي. السنه الجاي
عمل مسرحي على إيقاع مسرحيتك السابقة؟ لا، هي قصة خاصة بس سببها الحرب كمان. قصة ببيت يعني. قصة بين جاري من مرته بس خلفيتها الحرب اللبنانية. لكن نعد اللبنانيين المتشوقين لك بمسرحية في العام المقبل؟ اسمها مارتن. نعم؟ اسمها مارتن. مارتن؟ اسمها المسرحية مارتن؟ ليه مارتن؟ شخصية من شخصيات المسرحية. كمان يعني الاسم جاهز صار. إيه؟ مارتن عم تكتبها يعني؟ عم تكتبها؟ كتبناها شي كذا مرة ووقفنا وهلا عم تحضر لها يعني شروط الإنتاج؟ اللي بكتب فيها من 1989. ايش؟ لا مش سرية يعني. ايه بس على مراحل. كتبتها ورجعت خزقتها ورجعت كتبتها بال 2004. بعدين اجت قصة الحريري بال 2005 انشل البلد كله. بعدين يعني صار ارتباطات مع فيروز ومهرجانات راحت. هلا رجعت احييتها يعني. ونعد اللبنانيين بها قريبا. اكيد. عظيم، هذا كمان خبر حلو. بيرفع المعنويات. عندي مجموعة أسئلة سريعة. بدي أجوبة ذكية على طريقتك. ما رأيك في تجربة سعد الحريري حتى الآن؟ هل يتطور الرجل؟ أنا هيك شايف. أوف. أنا شايف إنه مبلش يكون أريح هو. يعني بتشوفه عم بيحكي في نسبة ضغوط رغم إنه مفركش الحكومة. بس على المدى الطويل مش كل الحياة السياسية الحكومة. يعني بشوفه إنه مرتاح أكثر يعني. بيحكي وبكل شيء. معناتها حاسس إنه محالف ناس حتى لو مرحليا بس مريحينه، وعلاقته بالحزب الله كتير افضل. يعني في هذا اللي بسموه على نفس المسافة من الجميع ومدري شو. في شيء مرة قدرت تكون على نفس المسافة من الجميع انت بتقضيها تقيس يعني انه بتقلي ما تتحرك انت زبطت عليك خليني زبط على هذا بيكون راح بتكون خربت. هل نجح انه هذا المشنوق في وزارة الداخلية؟ انا كنت مستعد وقتها انزل على الانتخابات، انزل على التصويت يعني. بس ما لحقت سجل حالي. انه كنت بدي اطلع بس سجل موقف انه صوته لسعد الحريري. الشيخ سعد الحريري. احلى ما يجيكم وباء الشمال. وباء الشمال؟ مين يعني؟ الريفة. يعني انت يعني هالتطرف اللي عند الريفة رح ينسل على التطرف الايراني. الايراني مش متطرف قد الريفة. هل نجح انه هذا المشنوق في وزارة الداخلية؟ صير تسأل كل شغلة. عارف جوابها. والله انا بدك تقولني اياها. لا لا يا خيي، انه انت ما بتحمل يعني دعاوى وهيك. بس نجح بالسفير. نجح بالسفير، بجريده السفير. حلوه. نجح كصحافي طبعا. ما انتوا كنتوا سوا ما هيك؟ صح. طيب، هل تتوقع ان يترك جميل السيد بصمه خاصه في مجلس النواب؟ ان شاء الله، بس ما يصير فيه مثل ما صار بنجاح وكيم عبد الله. اذا الواحد وحده ايامه ايامه كله هوليك بصيروا يصفروا له ويزقفوا له يعني قاعدين يلعبوا جوا. ما الذي يعني جذبك الى ظاهره الرئيس نبيه بري؟ لانه انا قريت لك مواقف يعني تبدي من خلالها اعجابك بالرجل. مش وحده. مش وحدك، بس عم بحكي عنك انا هلا. شو اللي جذبك الى تجربه الرئيس بري او هذه الظاهره؟ هلا هلا صحيح انه الرئيس بري يعني انا بحب اثنين، الرئيس بري والرئيس حسين الحسيني، علاقتي فيه ممتازه. وانا بعتقد مع انه كل واحد شخصيه شكل، بس في شيء انه هالشخصين في شيء مشترك بيناتهم، انه كانوا دائما حول ضبطه اللبنانيين على بعضهم. وهذا مشترك بيناتهم رغم الوسيله، انه جمع الناس مش تفرقتها. وبعتقد نبيه بري، السيد نبيه بري راح يكفي على طول بالمجلس النيابي. لا احسننا كلنا. بذكرني نبيه بري ايام بس تسمع كازينو فوار انت الياس. كانت نقطة هيك نهار احد العالم ظاهرة على كازينو فوار انت الياس. انا بحس صور هيك كازينو فوار انت الياس بس بصور. انه في الناس مبسوطة هونيك مرتاحة، مع انه يعني من هون حدود خطرة وقبل صار معي داخلية. بس صور
باقي صور. كيف تنظر إلى أداء العناد؟ وإحنا قصيدة كتبها الله يرحمه عصام عبد الله اسمها صور بجامع العام. نعم. كيف تنظر إلى أداء العماد ميشيل عون في رئاسة الجمهورية؟ لا جواب. لا جواب؟ لا جواب، هو بحد ذاته جواب. طبعا بس لا جواب، ما فيك تقول لا هيك ولا هيك. محلنا نعمل فيتو نحن؟ بلا، عندك حق تستعمل الحق نقد الفيتو مرة واحدة، استعملته هلا بالحلقة. روس. أنت مثل الروس. طيب هيدا السؤال، ما في فيتو. واجب رام باسيل؟ لا. شو؟ ما حدا رح يرضى معي يقول انه يعني اؤيد او تؤيد او تعارض، حقك هيدا. لا اؤيد لا اعارض، شغله انعملت غلط اساسا. وجود جبران باسيل لهالدرجه قريب على العماد هون غلطه كبيره بيعرفوها اكثر منا العونيين. بس هو صهر الرئيس عون. طيب الصهر شيء والسياسه شيء ثاني يا رجل. طب وهو كفوق يعني سياسيا العونيين بتعرف انت انه في تحفظ على كل شيء عم يعملوا البعض، يعني البعض، البعض بيقول حتى يمكن قله يعني المعترضين على جبران باسيل من داخل التيار. أكثر. انت بتعرف اكثر، انا لي شهرين ثلاثه عم بحضر ببيت الدين مش عم تابع التفاصيل. طيب بشكل عام اذا ما نطلع من هيدا الافق اللبناني الضيق الى الاوسع، انت شايف هذا الصراع الدائر والمحتدم في المنطقه بين محور المقاومه والممانعه من جهه ومحور امريكا اسرائيل وبعض العرب من جهه اخرى، واللي يعني يمتد هذا الصراع من سوريا الى اليمن مرورا بفلسطين لبنان العراق، شايف رايح باتجاه يعني ارجحيه لمحور المقاومه والممانعه او حسم لهذا المحور؟ كانه هيك، كانه هيك، وكل يوم عم ما في لعب كثير، ما في رجعات لورا. قلنا شي سنه ما في رجعات لورا. في كم منطقة بس انحسموا عسكريا بسوريا، طبش الميزان كله، طبش في اختفاء شوي لكلمة داعش يعني. إذا ملاحظ صح، هذا دليل انه يعني في نجاح للحرب يعني على داعش. نزل كل اسطوانات وانوار الظواهري باعهم وهلا عم بالتقاعد. نعم. استاذ زياد، قبل ما اسالك سؤال اخير بس من باب الامانه، في كثير اسئله ومداخلات وردتني عبر الفيسبوك، رح بس اعدد لك اياه هون هيك، اذا في شيء لفتك ممكن تعلق عليه. محمد دياب الجمال بيقول لك انه انت كبير ونحن عطاشة لابداعاتك، ليش هالبعد عن مجالاتك المبدعه؟ انت قلت انه في شيء قريب. إيه؟ فداء بقول في حفل بيت الدين بعد، في حفل بيت الدين ب 12 و 13. فداء بتقول لامتى بدنا نضل نسمع نزل السرور وفيلم امريكي طويل وبالنسبه لبكره شو، ونقول شو بتشبه هالاعمال وقعنا من دون ما نشوف عمل جديد بيقلنا لوين رايحين؟ قلت انه عم تحضر لمسرحيه، بتقول لوين رايحين؟ لا بتقول هالزلمه بالمسرحيه لوين رايح. اوكي. غسان خالق بيقول لك انت كمناضل عليك واجب الابداع وتقديم نفسك لجيل ارهقته المشحنات، يعني في جيل يمكن ما تعرف عليك عن قرب يعني ينتظرك بشغف. اخي جينا بدنا نعمل شيء، طلع لك الحراك المدني. منيح الحراك المدني. فرجه. هيئته ما عجبك. اخذ نص المجلس. لا بولا يعقوبيان تمثل الحراك المدني وحده، انه هي اللي نجحت. مش عاجبك الحراك المدني؟ بولا يعقوبيان انا عم بقول لك ما تبعت، بس لا مش غلط تطلع هي، بس انه هذا هو الحراك المدني. اسعد زبيان وينه؟ دلال قنديل ياغي بتسالك ماذا بعد، الى متى الصمت وماذا بعد العوده؟ هلا كسرت الصمت؟ هينا عم نحكي. ايه يعني من هلا وطالع كسرت الصمت؟ نعم. عظيم. لا ولحق مقابلات. اها حلو. قاسم صغير بيسالك هل بعده البلد عم يرقص مثل مولد الكهرباء كما قلت في الحلقه السابقه معنا؟ خلع وركو. شو هو؟ خلع وركو. احمد حجازي بيقول لك ليه ما بتترشح على موقع رسمي لمواجهه الفاسدين؟ جاوبت على السؤال. علي كنعان بدنا مسرحيه جديده، جاوبت على السؤال. محمد مطر بيقول لك الشعب اللبناني خصوصا والعربي عموما بحاجه لفيلسوف مثل زياد الرحباني الذي يصلح زمانه لكل الذي يصلح كلامه لكل زمان ومكان. خجلني هالحكي بس بتشكر. عدنان فقيه بيقول لك بالنسبه لبكره شو ناوي تعمل؟ بتصور جوابت. ابو مصطفى زعيتر معلي السقف بيقول انه لازم تمسح الارض بهالدرجه. بالنسبه لبكره صوم وتصحوا. صوم وتصحوا. ابو مصطفى زعيتر بيقول لك لازم تمسح الارض بهالدوله. يساعدنا هو. يحمل عم قبيله. واحمد صلحات بيقول زياد ظاهره ابداعيه وسر ابداعه هو جنونه.
الله يخليك. ورياض صومة بيقول بيسألك لماذا توقفت عن إبداعك المسرحي؟ ما قلنا جاوبنا عليها. كمان زميلنا فراس الشوفي بيقول لك كيف علاقة الرحابني كانت بأنطوان سعادة؟ مين أنطوان سعادة؟ أي أنطوان سعادة منو؟ تبع الحزب القومي السوري الإجتماعي. فيلسوف أنطوان سعادة. أنطوان سعادة بيقول أنطوان سعادة. ما كان في علاقة خاصة، يعني كانوا بيعرفوه بس كان في صيت على أهلي أنه القوميين سوريين. أنه كانوا قوميين عرب هنا أكثر إذا بدك. بس التبست القصة يعني. ما كانوا حزبيين ولا، بس انه كانت هالطلعه بوقت موجه يعني. نسيم ابراهيم كمان بيقول لك انه ليه ما بترجع بتعيد انتاج مسرحياتك وتجددها حتى نسمعها؟ طالما فينا نكتب غيرهم مش لازم نعيدهم. اها حلو. سؤال اخير، ما هي قصه عبد الامير عبد الله وامتحان البكالوريا وسالوني الناس؟ ليك منا خلطه. وانا على فكره يعني هذا السؤال ما عارف شيء عنه، يعني الله يستر. مع انه كنت كثير مهم تعرفه قبل الحلقه. انت قلت لي ما بدك تخبر شيء عنه. لا ياخذ فعله. يلا. ان شاء الله ياخذ فعله. لانه شربوك شوي، وصلت على امتحان البكالوريا القسم الثاني باوضاع مش كثير جاهز له، يعني لانه كنت من عمر ال 15 بلشت هيك طنطن على صدري وعلى هيك، يعني تعمل حركه كانك عم تلحن. فأسرد أنا وشخص حدك اسمه أنطوان نصر، كان نسرد على التابلو صاروا بالجيومتري بالفلك بالفلك. هذا أنا كنت منيح بالجيومتري على الأرض وحاطين تحت الوراق اللي مفروض ناخد نوت، كنت فلسفي أنا أدبي يعني بكالوريا أدبي، نكتب أنا وياه أخبار نمرق على بعضنا ضحك يعني، وأوقات تصير نغوت موسيقى أنا إذا طلع معي، وعاملين هيك إنه عم نشتغل. نلفت كل شوي لما يشوفنا هيك ويغدرنا يقرب علينا يكمشنا دغري، نطلع على اللوح يلاقي امتلى فورمولات ومعادلات وكذا، قال له سقطة شو تقدم العلم. أكلناها. وقعتنا. ماشي عفوا. بدنا نعطوا ضرر. طيب مش بس القوات بيربحوا عليك دعاوى، نحن بدنا نعطوا ضرر. مستعد. خلصت الخبريه؟ لا بقى. قال لي بيي، قال لي ما تخاف اذا مش دارس، نبشنا على واحد عرفنا وين انت رح تسيب بسبب يعني الامتحانات رح تسيب بثانويه رمل الظريف. اي وفي شاب هنيك قالوا لي عنه انه هو رح يساعدك اذا بدك تنسخ او في شيء اجوبه مش عارفه. قلت له كيف راح يعرفني؟ قال لي بيعرفك. خلص قلنا له شو حتكون لابس؟ قلت له انا كيف بعرفه؟ عرفته شو لابس؟ قال لي لا شو بعرفه شو بده يلبس هو، بس في شيء ثاني مش اللبس. راح يفوت هو على الاوضه يقول، قلت له منه اكيد من شكلي ما كنت معروف انا يعني. قلت له بي كيف راح يعرفني؟ قال لك هسه لانه انت رخيلي هالقصة وركز على الجواب، تسمع جملة بيقولها هو بغنيها انت عملها. اوكي فلازم تجاوبه انت هيك بيعرفك. فطلع الشخص الله يرحمه عبد الامير عبد الله. ومش شايف ولا شايفني ابدا يعني، يفوت على الصفوف يعمل سألوني الناس ويطلع هيك ما حدا يرد عليه. يفوت على اوضة ثانية سألوني الناس. لو وصل على الأوضة عنا صار يطلع هيك، حسيته عم يطلع فيي لأنه قلت له أنا قلت له إني قاعد ورا بقى بيجيبوا لنا خلطة مدارس يعني بتجي سألنا برمل الظريف، والجو ممتع برمل الظريف أثناء أيامها كان لها صيت يعني إنه يصير فيها فوضى أكثر من غيرها بالامتحانات. بقى وصل هيك شي طل من الباب عمل سألوني الناس، بس انا شو بدي اقول الناظر عني. في ناظر بالاوضه غيره. قلت له عنك يا حبيبي. اجى وقف حد عليه على الحيطه قال لي ما بقى تغني شيء، مش ضروري تكفي كوبليه يعني. انه عرفتك هتفضحنا. الكود
نعم باسورد هذا كوش الباسورد هيك كانت الباسوردات وقتها استاذ مش افضل انه تركناها لا عجد ضحكتني من قلبي الله يسلمك زياد الرحباني عن جد شكرا جزيلا لك على هذه السهره لك عن جد عروج حلو الله يخليك بسطنا فيك غليك. والله يوفقك والله يشفيك بدنا اياك دائما مرفوع الراس يعني الله يخليك والى اللقاء في مناسبه اخرى بس شد شويه شد لو ايه بس ارتحنا يومين زمان نعم سلامتك على كل حال والى اللقاء في مناسبات اخرى مشاهدينا الكرام لهون بتكون وصلت حلقتنا مع زياد الرحباني الى نهايتها لمن يرغب في ارسال مداخلاته يمكن ان يرسلها عبر موقع المنار الالكتروني ولمن لم يتسنى له مشاهده الحلقه يمكنه متابعتها كمان عبر موقع المنار او من خلال الاعاده غدا والى اللقاء